تشاهدون الآن فدك بلس من طابق الشهيد يحيى بن أم الطويل في أرض فدك الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها السادة المشاهدين، معكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فدك بلاس تغطية، والفقرة الأولى تغطية خاصة. فدك بلاس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم هذه الحلقة وهذه الفقرة تغطية خاصة مع زميلي وعزيزي الحاج أبو رضا الساعدي، لنستضيف سماحة السيد أحمد الموسوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على، واللعن الدائم المتواصل على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أعزائي المشاهدين أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة وبضيافة السيد أحمد الموسوي. سلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله، الله يبارك حياكم فيك. الله يحفظكم. الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم التغطية الخاصة للأخوة المخالفين الذين لم يعلموا ماذا فعل عمر لعنه الله بالزهراء عليه السلام. فهنا عندي من أصح الأسانيد والكتب عندكم، واليوم السؤال، وأرجو أنه يجاب على السؤال وبعد ذلك يسأل ما يشاء، هو أنه الشهرستاني في الملل والنحل الجزء الأول رقم الصفحة 57، موضع الشاهد من النص الطويل، أن عمر ضرب بطن فاطمة عليها السلام يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها وكان يصيح احرقوا دارها بمن فيها، وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. فهنا السؤال، أنه إذا كان هذا عمر أنه خليفة عادل وهو حكم بأمر المسلمين، وأنه بالشورى قد حكم وعينه الظالم أبو بكر، فهنا السؤال، إذا كان ذلك عمر عندكم، فكيف عمر يهم بإحراق البيت وهنا يقول أنه يصيح احرقوا دارها بمن فيها وما كان في الدار غير الزهراء عليه السلام، وأن عمر ضرب بطن فاطمة حتى ألقى جنينها، يعني عمر حرق دار فاطمة عليه السلام وضرب فاطمة عليه السلام وأسقطت جنينها وعصرها بين الحائط والباب، ذلك كله فعله عمر لعنة الله عليه. فماذا تجيبون الله عز وجل، وماذا تجيبون رسوله صلى الله عليه وآله، وماذا تجيبون أهل بيته عليهم السلام، أنهم هتكوا حجاب الله وهتكوا باب الله وهتكوا حرمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا عمر العادل عندكم والفاروق عندكم، هذا فعله في كتبكم، أنه هجم على بيت فاطمة، روع فاطمة، أحرق دارها، أسقط جنينها، رفسها في بطنها، كل ذلك فعله عمر. وعندي الأحاديث كثيرة، ومنها ما أورده الذهبي في سير إعلام النبلاء الجزء 15 رقم الصفحة 578. قال الحاكم هو رافضي غير ثقة، وقال محمد ابن حماد الحافظ كان مستقيم الأمر عامة دهره، ثم قال في آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب، حضرته ورجل يقرأ عليه أن عمر رفس فاطمة حتى أسقط محسنة. إذن هذا هو السؤال، أن عمر أحرق الدار ورفس فاطمة حتى أسقط محسنة، فكيف توالون من فعل ذلك بفاطمة الزهراء عليه السلام، الذي قرأنا في البارحة إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، وأن فاطمة ماتت وهي واجدة وغاضبة وساخطة على أبي بكر وعمر، وأيضا أنها كانت تدعو عليهم في كل صلاة تصليها. نرجو الإجابة من الأخوة لكم. نعم، شكرا جزيلا سيدنا الغالي، وهذا السؤال إلى المخالفين، ودعونا نرى كيف تسألون وتدافعون عن رمزكم عمر لعنه الله وهو يظلم
بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف يستهزئ بهؤلاء أهل البيت عليهم السلام. الآن الاتصالات مفتوحة وإن شاء الله سنغطي كل الأسئلة وما نقطع على أي واحد، ولكن يكون في أدب والحوار أخذ وعطى. اللي يشوف عنده الجرأة والشجاعة أنه يدافع عن عمر فليتفضل. حجينا لكم الكلام، تفضل. الله يسلمكم حجينا، أحسنتم، طيب الله أنفاسكم سيدنا الغالي. مجددا نعزي صاحب الأمر الإمام الحجة المنتظر عليه السلام بشهادة سيدتنا ومولاتنا أمه الزهراء سلام الله عليها، ونعزي العالم الإسلامي أجمع ومراجعنا العظام الأعلام العدول بهذا المصاب الجلل وهذه الذكرى لهذا اليوم، وهي الذكرى الثالثة لشهادة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. كما تعلمون سيدنا والحاج أبو رضا الساعدي والسادة المشاهدين، فإن في روايات شهادة مولاتنا الزهراء ثلاثة روايات، وهذا سر من أسرارها وعظمة، نعم، من عظمتها وبيان ظلامتها، أنه مخفي قبرها ومجهول يوم استشهادها، مجهول قدرها مثل ما تتفضلوا سيدنا عند المخالفين وعند بعض يدعون التشيع. نعم، فهنيئا للذي والي فاطمة سلام الله عليها ويحيي مجالسها. طبعا سيدنا احنا بعد البرنامج اليوم عندنا ان شاء الله مجلس العزاء، ان اذكر فقط هذا الحديث سيدنا للسرعة لانه انا اختصر عندي. نعم، هنا طبعا مثل ما تفضل الحاج أبو رضا أنه باب الاتصال مفتوح، وطلبنا من السيد المخرج جعل الأرقام إذا جاءنا اتصال اسمحوا لنا. الله يحفظكم إن شاء الله. هنا فقط أنه جمع رسول الله صلى الله عليه وآله المهاجرين فقال لهم: أيها الناس، إني قد دعيت وإني مجيب دعوة الداعي، قد اشتقت إلى لقاء ربي واللحوق بإخواني من الأنبياء، وإني أعلمكم أني قد أوصيت إلى وصيي علي عليه السلام، ولم أهملكم إهمال البهائم، ولم أترك من أموركم شيئا. فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عليه، دائما هو يعترض على النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله، أوصيت بما أوصى به الأنبياء من قبلك؟ قال: نعم. قال له: فبأمر من الله أوصيت أم بأمرك؟ هذا عمر لعنة الله عليه، كيف يسخط النبي وكيف يكفر بالله عز وجل. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له: اجلس يا عمر، لأنه دائما يوبخه ولا يحترمه وليس له مقام عند رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له: اجلس يا عمر، أوصيت بأمر الله عز وجل وأمر طاعته، أوصيت بأمر الله وأمره طاعته، وأوصيت بأمري وأمري طاعة الله. إذن رسول الله يقول: أنا إذا أوصيت بأمري هو أمر الله عز وجل، فكيف أنت يعني تقول لي أوصيت ذلك بأمر الله؟ يعني هذا يبين أن عمر هو كافر فاسق جبار عنيد، لأنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والدليل على ذلك في شكايته، وهنا يشك بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ذلك بأمرك أم بأمر الله؟ فهنا النبي يقول له: أمري هو أمر الله عز وجل، لأن أنا ما أنطق إلا عن الله عز وجل. أولم يعلم هذا اللعين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال فيه جل وعلا في كتابه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. خلص، إذن كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وآله هو عن وحي من الله عز وجل. فهنا قال له: أوصيت بأمر الله وأمره طاعته، وأوصيت بأمري وأمري طاعة الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى وصيي فقد عصاني، ومن أطاع وصي فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، لا ما تريد أنت وصاحبك. هنا رسول الله فضحه أنه ماذا يبغون هو وصاحبه، يريدون البغاء على علي عليه السلام وحرمانه من الوصايا العظيمة. فقال له: لا ما تريد أنت وصاحبك. سيدنا العفو، نعم، المقاطعة، أنت ذكرت، نعم، ذكرت هذه الرواية أين موجودة؟ ذكرت بالبداية، نعم، للتذكير فقط. نعم، هذه في كتبنا عن الإعلام المجلسي. جيد. نعم، فهنا قال له، ثم التفت إلى الناس وهو مغضب، رسول الله أغضب مما قاله عمر لعنه الله عليه، فقال: أيها الناس، اسمعوا وصيتي، من آمن بي وصدق بالنبوة وأني رسول الله فأوصيه بولاية علي عليه السلام. إذن
الذي يصدق بالله وبرسوله فليصدق بأن علي هو وصي الله عز وجل وهو وصي رسوله، ويقول فأوصيه بولاية علي بن أبي طالب وطاعته والتصديق له، فإن ولايته ولايتي وولاية ربي، قد أبلغتكم فليبلغ الشاهد الغائب، إن علي بن أبي طالب هو العلم، فمن قصر دون العلم فقد ضل، ومن تقدمه تقدم إلى النار، ومن تأخر عنه ألك. هنا قبل أن كيف يتقدم على علي عليه السلام عندما يتصدى لحكم الناس وأن يحكموا بأنه هو خليفة رسول الله، هنا تقدم على علي عليه السلام، فالذي يتقدم على علي عليه السلام يقول أنه من تقدم على علي عليه السلام فقد ضل، ومن تقدمه فهو تقدم إلى النار. لماذا؟ لأنه يحكم بما لم ينزل الله عز وجل. فهنا عندما يقول قد أبلغتكم فليبلغ الشاهد الغائب، أن علي عليه السلام هو العلم، فمن قصر دون العلم فقد ضل، ومن تقدمه تقدم إلى النار، ومن تأخر عن العلم يمينا هلك، ومن أخذ يسارا غوى، وما توفيق إلا بالله، فهل سمعتم؟ قالوا نعم سمعنا. فهنا رسول الله قبل أن يتحدث رسول الله عن ذلك وقبل أن يحشد في ذلك لم يجعل له وقتا لكي يبين لهم، كلما أراد أن يجعل لهم الوصي كانوا يحاولون أن يقاطعوه، أن يشككوا في قوله، أن يشككوا أنه ذلك بوحي من الله، إنما ذلك من تلقاء نفسك، لأنه هذا من عشيرتك، وأنه ابن عمك وزوج ابنتك ومن أهلك. فهكذا هم أرادوا، أرادوا دائما أن يجعلوا لغطا عند رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى لا أنه يتم أمر الله عز وجل. وتم أمر الله، وكانت الغدير خير شاهد، وكان أكثر من 120 ألف من الصحابة حضروا وشهدوا، وبعد ذلك زول الأمر عن علي عليه السلام. سيدنا عندنا اتصال، من ناخذ الاتصالات إذا تسمحون. الأخ أبو حسن من لندن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك سيدنا؟ شلونك شيخ؟ الله يحفظكم حياكم الله، الله يرعاكم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا لست من المخالفين، بل أنا متيم بحب أهل البيت. سلام الله عليهم. بس أحبيت أضيف، أنا صار لي فترة يعني أقل من سنة أدرس شخصية عمر. نعم. طلع على كثير من الكتب عن هذه الشخصية، توصلت إلى نتيجة أن عمر ليس بمؤمن. أحسنت. وليس في قلبه ذرة إيمان. الله. وإنما جاء إلى الإسلام عنوة ليؤذي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وأهل بيته. عندما ذهب إلى دار فاطمة قالوا له يا عمر هذا دار فاطمة؟ قال وإن؟ ثم الله. قالوا له هذه هنا نزل الوحي. قال وإن؟ كررها مرتين. وإن إن شاء الله في عينه النار، كيف يجرؤ على دخول بيت فاطمة الزهراء، على دخول بيت من نزل به الوحي وفيه حديث الكساء؟ أخي أنا الآن حاضر بكتاب الشخصية هذا الخليفة الذي يدعون أنه خليفة، هو ليس بخليفة، بل هو جائر وظالم، وأكد حق الإمام علي عليه السلام عندما ذهب للسقيفة وقال إن رسول الله لا يهدي. الله أكبر. إنه مخرف، وهذه الشتيمة بعينها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا أدري كيف يؤمنون به وكيف يثقون به. وأنا قرأت في الجاهلية قد وئد 8 بنات، هذا عمر الذي تعرفونه قد دفن 8 بنات. لا إله إلا الله. ومنهم ابنته، حيث قال، حيث في أحد، وهذا موجود في كتاب عبقرية عمر للكاتب العقاد. نعم. يقول إنه في يوم ما عمر كان جالسا مع بعض الأصحاب فضحك ثم بكى، فقيل له يا عمر لما تضحك؟ قال تذكرت أيام الجاهلية عندما كنا نصنع الأصنام ونأكلها. لا إله. ثم قيل يا عمر ولما تبكي؟ قال تذكرت ابنتي التي دفنتها وهي حية، حيث أرادت أن تنفض التراب عن لحيتي. تصور ما لها هذا الشخص من قسوة ومن إجرام. ها
هذا ما أريد أن أقوله لكم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته إلى يوم الدين. أحسنتم. طيب. طبعا شاهد قوله أن الشيخ المفيد رضوان الله عليه أنه ناظر أحد كبار البكرية من علمائهم وقال أناظرك على أن عمر كافر، فقال له لم أتوقع يوما ما أن أحد من علماء الشيعة يناظرني على كفر عمر، كل الذي أتوقعه أنه هل هو خليفة أو لا، هل هو حاكم أو لا، أما أن تناظرني على كفره فأول مرة أسمع بذلك. فناظره وغلبه وبين كفره. لعن الله عمر. متصل آخر عندنا سيدنا الأخت فاطمة من الجزيرة المحمدية. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا أخت فاطمة، أنتوا على الهواء مباشرة. كيف تكفرون عمر وهو مات وهو ساجد لله في المسجد؟ نعم، كيف تكفرون عمر وهو مات؟ أختي قبل أن ترحلين اسمعي الجواب. أن عمر لم يمت وهو ساجد في المسجد، والدليل على ذلك أنه طعنه أبو لؤلؤة وعمر أغشي عليه، وبعد ذلك أتوا أيوة إليه أبناؤه وأولاده. لو سمحت. نعم تفضلوا. أيوة في المسجد كان يصلي بالناس. شوفي أختي أختي أنت تقولين أنه وهو ساجد لم عمر بن الخطاب. أختي سؤال، يعني كل من قتل في المسجد هل هو من أهل رضوان؟ هل هو من أهل الصلاح؟ كثير عندنا من هؤلاء القتلة الفسقة الفجرة قتلوا في المسجد وماتوا في المسجد، اغتيلوا في المسجد، هل هؤلاء يصلح عليهم أن يكونوا من أهل الصلاح؟ ليس كل من يموت في المسجد. النبي كان يحب صلى الله عليه وسلم مبشر بالجنة. كيف الآن؟ هذا الآن قرأت لكم هذه الرواية، وقرأت لكم أن عمر دخل على دار فاطمة وأحرق دارها وأسقط جنينها ولطمها على خدها. وين الصحابة؟ وين أبو بكر؟ وين عمر؟ وين هنا المشكلة؟ أنه أنتم الآن أنتم وصل إليكم ذلك التاريخ المزور ولم تطلعوا على كتبكم. الآن اطلعوا على هذه الرواية. هذه الرواية الآن هنا ابن حجر وهو في لسان الميزان الجزء الأول. أنا ما أعتقد في ابن حجر. زين، هذا هو من كبار علمائكم، العلماء يأخذون عنه، فأنتم إذا لا تصدقون وإذا لا تصدقون الدين لا تصدقون ما يأتي منهم. أنا درست متوسط ابتدائي جامعة، ما سمعت بهذه الحادثة، هذه موجودة بس في العراق، عندنا مو موجودة. لا لا أختي، الآن أنا أذكر لكم المصدر، راجعوا هذا المصدر، اكتبوا أنتم الآن في الإنترنت، اكتبوا أنه في رواياتنا في الصحاح أن عمر كشف بيت فاطمة، سوف ترون العجب. فقط المطلوب منكم أن تتعبوا أنفسكم، لأن الله يحاسبكم على هذا الدين المبتدع، الله يحاسبك عليه، يقول لك لماذا لا تقرأي لا تطلعي، قولي هذا حجة عليك. اذهبي إلى الآن الكتب، إلى صحيح البخاري صحيح مسلم إلى صحيح ستة عندكم، وانظري هل هذا قولي حق أم باطل. ادخلي إلى الانترنت إلى مواقعكم المعتمدة عندكم وانظري هل هذا حق أم باطل. إذا وجدت ذلك حق فهو حجة عليك، لا تتعصبي ولا تستعجلي إن شاء الله. يلا إن شاء الله. شكرا لكم. نعم. أنا أسأل الأخذ سؤال، يعني ممكن تعرفنا أين قبر فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ أحسنت. لما كانت مظلومة وخفي قبرها والآن هي من الجزيرة المحمدية. نعم. على ما أعتقد. نعم. فالأولى أنها قريب عليها قبر. تعرف أنه نعم. أين قبرها؟ نعم. هذه الظلامات. لا هي الآن هي الآن رأيت أنه منطقها وكلامها أنه يعني قاصرة وهي من أهل الصلاح. نعم. وأهل أهل الإيمان، والدليل على ذلك أنه قالت إن شاء الله سأتابع ما قلت. نعم. وهذا جيد. نعم. نعم مولانا. نعم سيدنا. بالنتيجة مثل ما تفضل الحاجة أبو رضا وجنابكم سيدنا الغالي. نعم. أنه التفاتة جيدة حلوة، أنه أين قبر فاطمة ونحن نعيش ذكراها هذه الأيام وبالأخص هذا اليوم ليلة شهادتها سلام. نعم. الله عليها، يعني أين قبرها؟ نعم. ولماذا ضيع قبرها؟ سنت. لإظهار ظلامتها. نعم. ولفضح ظلامتها، لفضح أعداءها قاتلها. في الروايات أن هناك روايات تقول حتى إذا ظهر الإمام المهدي عليه السلام يبقى قبرها مخفيا، يعني شوف بعد ظهور أنه المنتقم وينتقم من أعدائه والعدل يسود الأرض كلها ويبقى قبرها مخفي، هكذا أكو روايات إلى يوم القيامة. نعم. إعلان ظلامتها إلى يوم القيامة. فعندي ممكن
ممكن انه عندي نعم هنا اليعقوبي في تاريخ اليعقوبي الجزء الثاني رقم الصفحة 126 وأقطع بس موضوع الشاهد حتى لأنه عندنا اتصالات كثيرة نعم وبلغ أبا بكر وعمر لينتظر فقط نصف دقيقة نعم وبلغ أبا بكر وعمر أن جماعة من المهاجرين والأنصار قد اجتمعوا مع علي عليه السلام في منزل فاطمة بنت رسول الله فأتوا في جماعة حتى هجموا على الدار وخرج علي ومعه السيف فلقيه عمر فصارعه عمر فصرع هذا في قولهم وكتبهم وكسر سيفه ودخلوا الدار فخرجت فاطمة فقالت والله لا تخرجن أو لأكشفن رأسي تقول لعمر وتهددهم إذا ما تخرج أكشفن رأسي ولا عجل إلى الله فخرجوا وخرج من كان في الدار وقام القوم ثم قام عمر فمشى جماعة حتى أتوا باب فاطمة فلما سمعت أصواته نادت بأعلى صوتها يا أبت يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن قحافة فلما سمع القوم صوته وبكاء انصرفوا باكين وكادت قلوبهم تتصدع وأكبادهم تنفطر وبقي عمر فأخرجوا عليا فمضوا إلى أبي بكر إذن هذا يؤكد أنهم هجموا على دار فاطمة و أخذوا علي عليه السلام سلام الله على أبي الحسن علي معنا اتصال من غريب من بغداد سلام عليكم الغريب السلام عليكم عمري وسلامي على الأخوة وسلامنا على السيد عليكم السلام نور عين أستاذ غريب حبيبي الغالي حياكم الله يا حبيبي الله يعزكم الله يحفظكم أنا آسف لأنه دائما أنسى الأسامي والأخي بالوسط يتذكر أبو رضا وأبو رائد وخادمك السيد أحمد الساعدي نعم الله يحفظكم لا سيد أحمد معروف من زمان على راسنا حبيبي دائما أنسى اسمه أبو رائد أنا صحيح للكربلائي أنا خادم الله يسلمك الله يعزكم اخواني بلا زحمه اليوم راح اخذ دقيقتين يعني للمداخله نعم مولانا تفضلوا شكرا الله يعزكم الله يرضى عليك طبعا الله يعزكم الله يحفظكم طبعا سلامي على شيعة العالم كلهم ويعني نرجو من الله جل جلاله ان يحفظهم كلهم بالعراق وخارج العراق بعد اعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين وجنوده من حميري عمر وابا بكر وعائشه الزنديقه الملعونه الخبيثه وحفصة أختها وكل من اتبعهم إلى يوم الدين ردنا على ذلك الناصبي اللي مسمى محمد أستاذ اللغة العربية السيبويه السعودية طبعا هذه أربع مرات خلال سنتين يكررها هذه الكلمة والله العظيم أنا لم أتطرق دائما ولا أبدا إلى هذا الموضوع موضوع اللغة العربية والفتحة والضمة والشدة إلى آخره لكن أنا أقول له لهذا الأخ من كونه هو يعني ضليع باللغة العربية وضليع بالقرآن فلنأتي للقرآن لأن أنت وأمثالك من الوهابية الأنجاس الكفرة شوف سبحان الله يا أخي يا سيدنا نعم شوف سبحان الله ما أشد يعني جرما عند الله وعند الرسول وعند آل البيت الذي يخطأ بالفتحة وبالشدة وبالضمة أو الذي يسب ابن رسول الله علنا في قناة شيعية ويقول أنتم تتبعون صنما وهو صنم عليه الصلاة والسلام طبعا على الإمام الحجة حجة المهدي عليه الصلاة والسلام قال حرفيا يعني وهم يقولون للأسف الشديد هم يقولون أكو حديث بأنه من أخطأ بالقرآن بحرف ولا كذا له حسنتين يعني عائشة ذهبت وخرجت إلى البصرة وقتلت ما قتلت وقتلت 30,000 بين قتيل وجريح وشهيد من المسلمين هذه أخطأت فلها أجر يعني اجتهدت فأخطأت ولها أجر الآن نأتي إلى الإمام علي عليه الصلاة والسلام لأنه أنا أريد أتكلم معهم فقط بلغة القرآن ولا أجعلها المسألة شخصية يعني هو من هذا حافظ اللغة العربية ما شاء الله هو هذا السيبوي نقط مني وحافظ القرآن لنرى كيف أنتم تحرفون القرآن طبعا أنا لا أذكر أعوركم الدجال الذي يخرج على القناة عنده سؤال وجواب في يسألونه على آيات الشريفة وكذا ويجاوبهم والله الذي لا إله إلا هو أنا تارك اللغة العربية وتارك المدرسة من 1980 ولحد هذه اللحظة لا يوجد أي كتاب عربي في بيتي ما عدا القرآن يخرج الأعور الدجال والله الذي لا إله إلا هو وشاهد على قسمي والسلام كل
كل شيء ما افتهمنا، لا باللغه العربيه لا حتى لو اخوان من الهنود حتى ما يفهمون. هذا لا يشكل عليه ولا يشكل على هذول اللي يسمون انفسهم قدام الحرمين الذين لا يستطيعون حتى نطق جمله واحده باللغه العربيه. الان هذا كله على جنب لنأتي على القران، وهذه هي مداخلتي. تحريف الآية الشريفة بعد أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين وجنون بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه في أم الكتاب على الإمام علي عليه الصلاة والسلام لدينا لعلي حكيم. هم لقد جحدتم بكلام الله جل جلاله وقلتم من أن الله يتكلم عن نفسه أي يصف نفسه الشريفة، وليس الإمام علي عليه الصلاة والسلام يصف ذاته يعني الله جل جلاله. فلنرى هل كلامكم فيه حرف من الصحة أم هو بما لا تشتهي أنفسكم. الآية الشريفة أنا للاختصار فقط، قال الله جل جلاله في القرآن الكريم إنه على رجعه لقادر. إنه من إنه؟ فورب السماء والأرض إنه لحق كما يعني هاي الآخر الآية. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. وفي الحجر قال تعالى على نفسه جل جلاله وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. إنه حكيم عليم. في الآية الأخرى ماذا قال؟ وإنه لدينا لعلي حكيم عليه الصلاة والسلام. فما لكم كيف تكفرون وكلام الله تحرفون. الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إن حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر. والسلام عليكم وللعاقل يفهم. وما رفعني هذا الغراب لا يكرر كلامه. مع السلامة عمري. شكرا لك يا أخي كريم. جزاكم الله ألف خير. شكرا سيدي. ننتقل إلى فقرة أخرى من برنامج فدك بلاس بيت الأحزان. سنت فدك بلاس. أخواني الأعزاء، في هذه الفقرة سنتكلم إن شاء الله عن أسماء الزهراء، بعض أسماء الزهراء صلوات الله عليها وما معناها في الروايات الشريفة. فاطمة، ما معنى هذا الاسم؟ في رواية عن جابر الأنصاري رضوان الله عليه قال النبي صلى الله عليه وآله إنما سميت ابنتي فاطمة لأن الله فطمها وفطم محبيها عن النار. الله تعالى فطم محبي فاطمة سلام الله عليها عن نار جهنم. البتول، ما معنى البتول؟ ولماذا سميت الزهراء سلام الله عليها بهذا الاسم؟ عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وآله سئل ما البتول؟ فإنا سمعناك يا رسول الله تقول إن مريم بتول وإن فاطمة بتول. فقال صلى الله عليه وآله البتول التي لم تر حمرة قط، أي لم تحض، فإن الحيض مكروه في بنات الأنبياء. لهذا سميت الصديقة الكبرى سلام الله عليها بهذا الاسم الشريف. بعدما تواترت عليه هذه الروايات يأتي بعض من يدعون التشيع أمثال الهالك البتري محمد حسين فضل الله لعنة الله عليه، ويقول كلام لا أستطيع أن أقوله. على من؟ على سيدة النساء، هؤلاء الذين استحوذ عليهم الشيطان بهذه الأفكار الشيطانية الخبيثة، يتهمون الزهراء سلام الله عليها بهذه الاتهامات. والقرآن صريح بطهارتها، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طهر الزهراء القرآن الكريم بنص القرآن، الله تعالى طهر الزهراء. وفي الآيات الأخرى وآيات فلا تقربوا النساء عند المحيض حتى يطهرن، حتى يطهرن في حالة نجاسة. القرآن طهر الزهراء من هذه أو من هذه العادات التي عند النساء. يأتي محمد حسين فضل الله ويتهم الزهراء صلوات الله عليها، ثم نرى بعض الذين خدعوا به يدافعون عنه.
ليش تتكلمون عنه؟ هذا بالنسبة لمعنى اسم البتول. أما معنى اسم الزهراء، لماذا سميت الزهراء؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لما سميت فاطمة الزهراء زهراء؟ فقال: لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته، فلما أشرقت أضاءت والأرض بنورها، وغشيت أبصار الملائكة، وخرت الملائكة لله ساجدين، فقالوا: إلهنا وسيدنا ما هذا النور؟ فأوحى الله إليهم: هذا نور من نوري، وأسكنته في سماواتي أو في سمائي، فخلقته من عظمتي، أخرجته من صلب نبي من أنبيائي، أفضله على جميع الأنبياء، وأخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري يهدون إلى حقي، وأجعلهم خلفائي في أرضي بعد انقطاع أو انقضاء وحيي. هذا هو النص الشريف الذي يبين لماذا سميت الزهراء. أيضا هناك نصوص أذكر بعضها. عن ابن عمار عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فاطمة الزهراء أو عن فاطمة لما سميت زهراء، فقال: كانت إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض. وكذلك عن أبو هاشم العسكري: سألت صاحب العسكر عليه السلام لما سميت فاطمة الزهراء عليه السلام، فقال: كان وجهها يزهر لأمير المؤمنين من أول النهار كالشمس الضاحية، وعند الزوال كالقمر المنير، وعند غروب الشمس كالكوكب الدري. وعن الحسن بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لما سميت فاطمة الزهراء؟ قال: لأن لها في الجنة قبة من ياقوت حمراء، ارتفاعها في الهواء مسيرة سنة، معلقة بقدرة الجبار، لا علاقة لها من أو لا علاقة لها من فوقها فتمسكها، ولا دعامة لها من تحتها فتلزمها، لها 100,000 باب، على كل باب 1,000 من الملائكة، يراها أهل الجنة كما يرى أحدكم الكوكب الدري الزاهر في أفق السماء، فيقولون: هذه الزهراء لفاطمة سلام الله عليها. هكذا وردت نصوص الأئمة عليهم الصلاة والسلام عن معنى الزهراء، عن معنى أساميها صلوات الله عليها، ويطلع واحد مثل كمال الحيدري لعنة الله عليه يقول كلام لا أريد أن أقوله، ولكن يصف الزهراء صلوات الله عليها بوصف مشين جدا مع الأسف. ولا من ثائر إلا ما رحم ربي، ما حد راح بقوم ووقفه وجر من لحيته العفنة وقال له: وقف عند حدك، هذه فاطمة الزهراء مو أي واحد. هذا ما كان في هذه الفقرة، وننتقل إلى الفقرة القادمة من فدك بلس. فدك بلس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم، نواصل حديثنا في يوم أمس عن خادمة الزهراء سلام الله عليها فضة رضوان الله عليها. تكلمنا في يوم أمس عن منشأ فضة وطريقة قدومها للخدمة في بيت الزهراء عليها السلام. نستكمل اليوم في رواية الإمام الصادق عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أخدم فاطمة ابنته عليه السلام جارية اسمها فضة النوبية، والنوبية نسبة إلى البلاد التي كانت تسكنها، حيث عرفت هذه البلاد بارتفاع درجات الحرارة، وكانت
تشاطر الزهراء الخدمة، فعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله، علم منه فضة، دعاء تدعو به، فقالت لها فاطمة، أول ما أجت فضة تشتغل مع الزهراء عليه السلام، فقالت لها أتعجنين أو تخبزين؟ فقالت بل أعجن يا سيدتي واحتطب. فذهبت فضة واحتطبت وبيدها حزمة، فأرادت حملها فعجزت، فدعت بالدعاء الذي علمها إياه رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الدعاء هو يا واحد ليس كمثله أحد، تميت كل أحد وأنت على عرشك واحد، لا تأخذه سنة ولا نوم. فجاء إعرابي كأنه من أزد، فحمل الحزمة إلى باب الزهراء عليها السلام. وعندما عاشت فضة مع أهل البيت سلام الله عليهم وفي صورة الدهر المعروفة، عندما مرض الإمام الحسن والحسين ونذر علي بن أبي طالب سلام الله عليه والزهراء وفضة، ثلاثتهما نذروا إن شفي الحسن والحسين يصومون لله 3 أيام قربة. فبعد شفاء الحسن والحسين سلام الله عليهم اشترى أمير المؤمنين طحين لتخبزه الزهراء عليها السلام، شعير، أنا قلت طحين مو طحين، نعم شعير. فطحنت فاطمة صاعا واختبزت 5 أقراص حقها وحق أمير المؤمنين والحسن والحسين ولفضة. بعدين القصة المشهورة، جاهم بالأول يوم مسكين وأسير ويتيم، بعدين أعطوه الطعام فمر عليه، وظلوا طبعا صايمين 3 أيام بس على الماء، فمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين ورآهم يرتعشان من شدة الجوع، قال ما أشد أن ما يسوأني ما أرى بكم، فأخبروه بما حصل، فانطلق معهم إلى منزل الزهراء عليه السلام. فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وقد تغير لونها والتصق بطنها بظهرها وقارت عيناها، فساءه ذلك، فرفع رأسه إلى السماء قال إن اللهم اشبع آل محمد. فهبط جبرائيل عليه السلام وقال خذها يا محمد، هنأك الله في أهل بيتك. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، إلى آخر آية سورة الدهر. في ما تبقى لي من الوقت هناك رواية للسيدة فضة سلام الله عليها مع عمر لعنة الله عليه، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال كانت لفاطمة جارية يقال لها فضة، فصارت من بعدها إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، أي بعدما استشهدت الزهراء، فزوجها من أبي ثعلبة الحبشي فأولدها ابنا، ثم مات عنها أبو ثعلبة، وتزوجها من بعده سليك القطفاني، ثم توفى ابنها من أبي ثعلبة، فامتنعت من سليك أن يقربها، فشكاها إلى عمر، وذلك في أيام عمر، فقال لها عمر ما يشتكي منك سليك يا فضة؟ فقالت أنت تحكم في ذلك وما يخفى عليك، لما منعته من نفسي؟ قال عمر ما أجد لك رخصة. قالت يا عمر ذهبت بك المذاهب، إن ابني من غيره مات، فأردت أن أستبرئ نفسي بحيضة، فإذا أنا حثت علمت أن ابني مات ولا أخ له، وإن كنت حاملا كان الذي في بطني أخوه. شوف عمر ايش قال، فقال عمر شعرة من آل أبي طالب أفقه من عدي، قال شعرة
من آل أبي طالب أفقه من عشيرة عمر كلها، اللي هي فضة سلام الله عليها المحسوبة على آل طالب سلام الله عليهم. فهذه منزلة فضة عند أهل البيت ونزول القرآن وحط مكان فضة مع أهل البيت سلام الله عليهم بصورة الدهر، وعلم فضة إن شاء الله اللي راح نستكمل يوم قد، علم فضة الذي ذاع صيته بين العرب بعد شهادة الزهراء عليها السلام. وننتقل إلى فقرة تالية من برنامج فدك بلس. فدك بلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد عدنا مع أخي وعزيزي الحاج أبو رضا الساعدي، وباستضافة سماحة السيد أحمد الموسوي، وهذه الفقرة الجديدة وهي فقرة فتح الاتصالات والتعزية وأسئلة ونعي واتصال مع رواديد وشعراء ومتشيعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الاتصالات مفتوحة لكل الأحبة حتى للأخوة المخالفون، نحن نستقبل اتصالاتكم، ولكم أن تعزون رسول الله صلى الله عليه وآله في ابنته فاطمة الزهراء عليه السلام، لأنهم أنتم تقولون أننا نحب أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله، واليوم هي ليلة شهادة الزهراء عليه السلام، فلكم أنه أن تفعلوا ذلك أيضا. أيضا عندما أنه نبدأ في هذه التغطية الخاصة، أذكر هذه الرواية فقط لأن الله يهدي بك رجلا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فهذه الرواية هنا في المسعودي مروج الذهب، ذكر المسعودي صاحب تاريخ مروج الذهب المتوفي سنة 346، وهو مؤرخ مشهور ينقل عنه كل مؤرخ جاء بعده، قال في كتاب إثبات الوصية عند شرحه قضايا السقيفة والخلافة: فهجموا عليه على علي عليه السلام، فهجموا عليه علي عليه السلام وأحرقوا بابه، وهنا يذكر أنهم أحرقوا بابه، واستخرجوه كرها، أي ليس رضا، أجبروه وأخرجوه كرها، حتى قال عندما رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله قال: يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني. فهنا استخرجوه كرها وضغطوا سيدة النساء فاطمة بالباب حتى أسقطت محسنة، أي أنه عصروها في الباب عصر حتى أسقطت محسنة. هذا في أصح كتبكم وأسانيدكم، وهذا مؤرخ مشهور كلكم عيال عليه تأخذون منه. متصل آخر من كاظم من باريس. السلام عليكم أخ كاظم. السلام عليكم ورحمة الله عيوني. عليكم السلام ورحمة الله أخ كاظم، حياكم الله. الله وبركاته. الله يحييكم، رحم الله والديكم، تقبل الله أعمالكم. الله تقبل أعمالكم إن شاء الله، عظم الله أجركم في هذا المصاب الجلل. رحم الله والديكم. أكو قضية أنه القضية رزية الخميس، شوف البلاوي هي، حتى لو سلمنا أنه هاي مسألة أهجر أو لم يهجر، يعني هاي كل الناس حاولوا يحوروها، أهجر فعل كذا أو فعل، هي بحد ذاتها حسبنا كتاب الله هي إهانة لعمر. سنت إهانة للنبي صلى الله عليه وآله. إيه يعني هو بالنسبة إلى يقول حسبنا كتاب الله، معناها يعني أترك النبوة وعلى أساس هو شريف يقول حسبنا كتاب الله، يعني كفانا كتاب الله. أجدت أحسنت. أين أطيع الله وأطيع الرسول؟ يعني هي بحد ذاتها لو سلمنا أنه كلمة أهجر أو هجر أو 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 مريضة أو شيء يريد يقولون خلي يقولون، بحد ذات قولته حسبنا كتاب الله. حتى غلب الوجه إهانة. نعم نعم، بس بشكل عود. نعم. يعني زين. نعم مولانا أبراد أنت تتكلم. قولته الثانية اللي مشهورة ما في صلح الحديبية: ما شككت في ديني مثل هذا اليوم في صلح الحديبية، معروفة قضية عمر، يعني بعد أكثر من هذا الشك وين نلقى؟ هو مثل ما تفضلت يا أخ كاظم والسادة المشاهدين، السماحة السيد قبل قليل حقيقة أشبع الموضوع بأنه هو لم يؤمن، هذا الرجل لم يكن مؤمنا إطلاقا، فهو بالأصل كافر، وأثبت سماحة السيد بنقله للروايات المستفيضة بكفر عمر، مو بس بصراحة يعني شك في النبوة وشك، لا هو كافر جملة وتفصيلا. حجينا أبو رضا الساعدي. هذا الرجل بعدين نعم. أكو قضية التراويح،
زين زين التراويح لما جو احرجوا العمر قالوا له يا معود هاي بدعه، بعد انا ما شايف هي البدعه معناها عكس الحسنه او عكس الجيد، يعني جيد وغير جيد. زين اكو غير جيد، هو جيد او 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 يعني انما هي بدعه ضلاله والضلاله في النار. يقول نعم البدعه، اذا هي بدعه، لا توجد نعم البدعه، انما البدعه هي ضلال وهلاك وفي النار. يعني نعم نعم الضلاله ونعم النار ان شاء الله. لعنه الله على عمر. زين هاي وحده. بعدين انا بحثت في كتب البخاري ومسلم اتحداهم اذا لقيت هو عمر بن الخطاب صلى صلاه تراويح، لانه يعني لانه ما حافظ ولا سوره، شلون يصلي صلاه تراويح؟ ما عنده صلاه اصلا، ما صلى في اليوم صلاه تراويح. نعم نعم. شكرا جزيلا لاخ كاظم على اتصالك ومشاركتك، وحقيقه نحن ننتظر من يدافع عن عمر وينطينا الحجج. الذي يدافع عنها انا اقول لكم من هو. عندنا اتصال نشوف من يدافع. هذا عيسى الفارور على ما يسميه اخونا ابو اميري. ابو اميري نعم. هذا الذي يدلس دائما ليلا ونهارا يدلس ويقطع المقطع بتدليس. سبحان الله. نعم تفضل. يعني احنا ننتظر من اتصال. عندنا اتصال مع من الاخ هشام من المغرب. سلام عليكم. ممكن مداخله بس بدون مقاطعه لو تكرم. نعم في صلب الموضوع وبدون يعني بأخلاق إسلامية رائعة. مو عندك أخلاق دفاع عن عمر وعنده دفاع عن عمر. الله إن شاء الله. نحن نلتزم بقول الإمام علي سلام الله عليه. أكره لكم أن تكونوا سبابين لعالين شتامين. نعم أنت زودتها. هذا هو الذي نلتزم به نحن إن شاء الله. طيب بقول الإمام علي الذي يقول إني أكره لكم أن تكونوا سبابين لعانين. سأجيبك طيب على هذه قبل أن تنتقل إلى غيره. هاي الأخت نمانة من سيدنا من مصر الآن شتمت السيد، ماذا تقول عنها؟ يقول الله سبحانه وتعالى. لا أجبنا أولا يا أبو يا هشام، أجبنا ماذا تقول؟ أجبنا. أنا طلبت مداخلة بدون مقاطعة. طيب ما احنا عندنا حوار حتى نجاوبك على سؤالك الأول. يلا هذا أول هروب. نعم تفضل. يقول الله سبحانه عز وجل في كتابه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا من لعنة الله عليهم. كانوا من المؤمنين الذين كانوا من الكافرين سكينة أم كانوا من الذين كفروا وعذبهم؟ تفضل الذين كفروا. سيد راح يجاوب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عزيزي عندما الله ينزل السكينة على المؤمن ننظر إلى خاتمته، هل هو استقرت عنده هذه السكينة وعمل بها إلى آخر حياته؟ الزبير ابن العوام كان من الذين دافعوا عن النبي صلى الله وآله، وحتى بعد شهادة النبي دافع، وحتى بعد أن دخلوا على بيت فاطمة عليه السلام دافع ونصر علي عليه السلام، وكان يقول سيف طالما ذب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. وممن نزلت عليه هذه الآية والآيات الأخرى وبيعة الرضوان وشهد كل المواطن مع النبي صلى الله عليه وآله، وكان من أعظم الناس إيمانا وإسلاما، وصل إلى مرحلة أنه منا أهل البيت، أنه من أهل البيت عليهم السلام، ولكنه بعد ذلك ساء إيمانه وساءت خاتمته وساءت عاقبته وحارب علي عليه السلام في حرب الجمل. فهل هذا أنا أقول أن الآية شملته في أول هجرته، أول دعوته، أول نصرته، ويكون هذا له مغفورا إلى يوم القيامة إلى يوم وفاته؟ سيدنا ألم يكن عبد الله بن أبي معهم في نعم عندما المنافقون كل نعم المنافقين كانوا معهم. هذا ماذا نعم تقول عنه؟ أليس ألم يكن منافقا؟ لا الزبير هذا مثال حي وشاهد، لأنه سيف دافع عن رسول الله في كل غزوات وحاربة رسول الله، وكان يدافع عن رسول الله، وعمر هرب وفر وعثمان هرب وفر وأبو بكر هرب وفر وهو بقي صمد ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا إذا أيضا سماحة الشيخ الحبيب تفصيليا، نعم عندنا اتصالات ويقول بس مداخلة قصيرة تفصيليا، سماحة الشيخ الحبيب فصل أن السكينة نزلت يوم الغار، في الغار نزلت على رسول الله فأنزل الله سكينته عليه. إذا لم تنزل نعم على أبي بكر فإذا بعدين الآية
الآية التي سبقتها التي تلوتها يا أخانا الكريم يا أخ هشام، قالت السكينة تنزل فقط على المؤمنين. نعم. إذن إذا كانت عليه فهو الرسول هو المؤمن، يعني ما شملت أبو بكر لأنه منافق وليس مؤمن. نعم. نعم. من عندنا اتصال؟ تفضلوا. الأخ عمر من الجزائر، سلام عليكم. وعلى النبي سلام عليك تاخذك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل على الهواء مباشره انت، تفضل اخ عمر. اخ عمر اينك يا عمر؟ هذا هو معتلي بها حجمه، هو كان كنت قنعان في لابيشون ديال. اخ عمر شوي علي لنا صوتك اخ عمر، ما قاعد اسمعك. الو. نعم تفضل أخ عمر، اسمعنا من الهاتف، سكر على التلفاز رجاء، انقطع الخط. الأخ محمد من الرياض، سلام عليكم. السلام عليكم يا السادة الكرام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام عليكم جميعا. أولا يا أخي، أخي غريب من بغداد، أقول أخي، هو سمانا حمير عمر وأنا أسميه أخي الكريم من بغداد. جزاك الله خير جزاء على هذه الأخلاق. لأول مرة يا سماحة السيد، لأول مرة هو يقرأ القرآن صحيح. جيد أنه مولانا، جيد أنه كل أحد من عندنا يتعلم قراءة القرآن وحفظه وإعرابه وتفسيره، جيد. يعني إذا أخطأ صحيح. أحد لا نعيب عليه، لماذا؟ لأنه هذا هي قدرته. يا سمحت السيد أنا ما عيب عليه، أنا ما عيب عليه، أنا أقول بس يقرأ صح ونجعل المكتب حكم بيننا، الشيخ ياسر الحبيب حكم بيننا، إذا لم يكن التشكيل في القرآن يخلف المعنى فأنا أتصل مرة ثانية وأعتذر منه. لكن هنا سؤالي، هنا سؤالي لك يا أخي عزيزي، أنت الله يرضى عليك، عندنا يمكن أن يقرأ القرآن بالمعنى ويمكن أن يقرأ القرآن للتعلم، فإذا كانت نيته للتعلم فوين أخطأ فيه؟ لا إشكال شرعا فيه، هذا موجود. سيد أحمد. نعم حبيبي. لا هذا كلام الله، لو أخطأ أثناء الصلاة لازم ترد عليه، يعني حتى نعم. الصلاة اللي لا يجوز الكلام نعم. فيها لازم ترد عليه، لو حتى أثناء الصلاة تقول أخطأت. لا يعني تصحح له أثناء الصلاة، تصحح له فقط مقدار ما أخطأ به تصحح له أثناء الصلاة. لكن هنا سؤالي الآن، كثير من علماء البكرية في البث المباشر ويخطئون ويقلبون الآيات ويقلبون المعنى ويحذف أصلا يعني كلمة أو كلمتين من آي القرآن، فهذا يعني صحيح. نحن صحيح. لماذا لا نعيبهم؟ أنا واحد من الناس لا أعيبهم. لماذا أقول؟ لأنه هذا مقدار جهده وحفظه وذاكرته، بشر يخطئ ويصيب. سيد أحمد لازم تعيبهم، لازم ترد عليهم كلام الله، لازم ترد عليهم، ترد عليه بهذه الطريقة، تقول له أن هناك خطأ في قراءتك، أرجو تصحيحها، أرجو تعديلها. لكن إذا بالرد الخشن هنا يزيد بال يعني، والعياذ بالله، لا أقصد أخي غريب أو أنت، لكنه تأخذه العزة في الإثم، أحد الأخوة هكذا يفعل. أنا ردي عادي. ثم يا أستاذ سيد أحمد، نعم، أنتم تكلمتوا في الحلقات السابقة عن موضوع أحمد قويطع. نعم. أحمد الحسن هذا المدعي الوصاية، نعم الإمام، نعم، السفارة أو مدعي. يعني أنا بسأل سؤال يا سيد أحمد، ما الفرق بينه وبين مثلا النبغتي اللي يدعي السفارة؟ أحسنت، أجوبك مباشرة مولانا، أي أحد يعينه الإمام سلام الله عليه فهذا تعيين من الله ومن الإمام المعصوم الذي قوله قول الله عز وجل. أما الذي لا يعينه الإمام ويدعي السفارة فهو هالك ضال أيا يكن بلا مسمى. وش رأيك يا سيد أحمد، وأقسم أنا تجاوزت 70 من عمري، العمر كله إن شاء الله تعالى في الإيمان والصلاة، أن النوبختي والسفراء الأربعة ما يفرقون عن أحمد قويطع شيء. يعني هذا رأيك، رأيك أنت، إذا تثبت عليه الدليل لا بأس، أثبت عليه الدليل، أما القول الاستحسان والإنشائي فالكل قادر عليه،
لكنه أنا أقول لك نزل كتاب من الإمام فيهم وتعيين من الإمام فيهم، وهذا عندنا أنه كما الآن المراجع هم وكلاء الإمام، هذا اعتقادنا، هذا رأينا في علمائنا. والإمام قال قال هؤلاء وكلائي عليكم، هؤلاء حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. إذن بعد نحن في اعتقادنا أنه لا نرد على المراجع العدول لأنهم هم حجة من الإمام الحجة عليه السلام. السيد عندنا سيد مهتدي اسمه حسين المؤيد، ليس هذا سيد إنما هو شيخ، هذا شيخ يا طويل العمر، هذا حسين المؤيد، يعني ادعى أنه من الشيعة وتبرأ وخرج من ذلك وهو لم يكن منا بالأصل، كان منحرفا منحرف العقيدة في عقيدته الذي يسميها شيعة. يا محمد انت راح تطرح لنا اليوم كل الشخصيات نريدك. شاعر كبير ننتظره. أين دفاعك عن عمر يا عبد الله من النجف؟ ناخذ الاول مره نشوف الحاج ابو رضا. نعم تفضل. نعم. اخ محمد بعد ويانا لو راح؟ لا لا اخ محمد راح. اذا خلينا ناخذ عبد الله من النجف. سلام عليكم عبد الله. الاخ احمد محجوب من مصر، سلام عليكم. نعم لدي ثلاثه نقاط او اربع نقاط اريد ان اتحدث فيها مع الشيخ. حضرتك احمد محجوب او سعيد من تونس؟ أحمد محجوب من أسيوط. أحمد محجوب من أسيوط، تفضل يا أخ أحمد. نعم نعم. أول شيء هو أن الزبير كان من دافع عن النبي وكان من دافع عن فاطمة. نعم الزبير دافع عن الصوت ما نسمع الصوت. الصوت الصوت واطي ومقطع يا أخ أحمد. أي نعم سلام الله عليه. طيب الآن الصوت جيد سيدنا تسمعون؟ اي نعم يا ريت يعلوا الكنترول، علوا الصوت شويه جزاكم الله خير. لحظة نعم. تفضل تكلم يا اخ احمد. اسمعني ان شاء الله. نعم. نعم واضح الان. الحمد. او شيخ يقول نزيرة دفع عن فاطم دفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول شيخ، وكذلك بقى بيد ابو ما صديقي اخي الكريم ممكن ممكن لا اسمعني اخ يعيد الاتصال اخ احمد ممكن ممكن اعاده الاتصال الاتصال غير جيد قطع تماما فممكن اعاده الاتصال جزاك الله خير الجزاء واحنا ان شاء الله الاخوه بالكنترول يستقبلون الاتصالات وان شاء الله يجيبك على كل الاسئله. يقول معنا السيد الاخ سعيد من الجزائر. سلام عليكم اخ سعيد. السلام عليكم كيف حالكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شيخ يعني الحمد لله يعجبني أسلوب يعني أسلوب يعني ويعني الحمد لله يعني أسلوبكم جميل في الحوار. شكرا لكن لك. أريد استفسار واحد أريد أن أسألكم فيه شيخ. نعم وأريد جواب مباشرة. تفضل. الشيعة الذي فوق رؤوسكم قسما قسما يا زهراء ستتأر ستتأرون ممن؟ من أبو بكر عمر منا نحن ممن تتأرون؟ نعم سيجيبك نعم. سمحت جزاكم الله خير نعم لا أريد جواب الآن شيخ. جزاكم الله خير. نحن عاهدنا الزهراء عليه السلام بأننا نقسم على أن نثأر لما جرى عليها، على من كشف بيتها، على من أسقط جنينها، على من لطم خدها، يعني على من أزوى الخلافة عن حق من حقوق زوجها علي عليه السلام. فالذي فعل ذلك واللذان فعلان ذلك هما أبو بكر وعمر بأمر من أبي بكر وبفعل من عمر. هجم عمر بغلظته هجم على بيت فاطمة، وأنا أوردت ذلك في كل كتبكم من صحيح البخاري ومسلم والمسعودي ولأعظم كتابكم والتاريخ الذين أنتم تعتمدون عليه أنا ذكرت ذلك من كتبكم لشهر البلاذي والشرستاني وغير ذلك كله في الملل والنحل ذكرت ذلك. شيخ نعم تفضل يسمعك تفضل. نعم يا اخ سعيد اسمعني شيخ. نعم نعم يسمعك واضح شيخ اسمعني شيخ. نعم يعني الشيخ لما قلت لما تتأرون من قتل الزهراء وفعل وفعل يعني انتم اشجع من علي ام ماذا؟ يعني اريد ان افهم انتم ساجيبك مباشرة. تسمع لي؟ تسمع جوابي؟ اسمع اسمع جزاك الله خير. انما علي عليه السلام
عندما أوصاه رسول الله صلى الله عليه وآله قال له الوحي يقول لي أتصبر يا علي؟ فقال له علي عليه السلام يا رسول الله على ماذا أصبر؟ قال له أتصبر على كشف بيت فاطمة وإسقاط جنينها ولطمها على خدها؟ قام علي 3 مرات وجلس، قام وجلس، قام وجلس، قام وجلس. فقال له إذا كان ذلك بأمر من الله ورسوله فأنا أصبر. علي أشجع العرب وأشجع من كان، ولكنه يلتزم بما أوصاه الله ورسوله. لماذا؟ لحفظ هذا الدين. لأن علي إذا قام وقاتلهم بهذا السيف الذي سيف رسول الله صلى الله عليه وآله أهداه إلى علي عليه السلام، سيف ذو الفقار، فهنا التزم بالوصية علي عليه السلام ولم يقاتلهم أمرا من الله ومن رسوله، ليس خوفا والعياذ بالله أو أنه ضعفا والعياذ بالله، إنما علي يقول والله لو اجتمعت علي العرب لما وليت مدبرا، يقاتل العرب جميعها. علي صنديد آل محمد عليه السلام، صنديد قريش علي عليه السلام، ولكنه أمر بالوصية. وعمر عندما هجم على داره ماذا قال؟ قال عليكم بالرجل فإنه موصى. قال عليكم بالرجل فإنه موصى. إذن لو لم يعلم أن علي موصى ما دخل داره ولا كشفه، لا والله. فعلي عليه السلام هو القرآن الناطق، فكيف لا يلتزم بأمر الله عز وجل؟ فهذا امتحان لهذه الأمة. إذا قام سيف علي في الإسلام والإسلام حديث عهد، إذن لم يبقى للإسلام لا اسم ولا رسم. نعم شيخ، يعني سكت علي؟ علي لم يسكت، قام وأخذ بتلابيب عمر. قالت الرواية أنه أخذ بتلابيب عمر، من هو قبض عليه وجلد به الأرض، واسمعني، وجلد به الأرض ووجع أنفه. وقال عمر أقسمت عليك برسول الله إلا ما عفوت عني. وتذكر علي الوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله فقام عنه. فهنا علي قام وهجم عليه ولكنه لم يؤمر بقتله، إنما هذا دفاع علي عليه السلام عن فاطمة عليه السلام. سلام الله. يعني هو لم يأخذ بوصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أخذ، لم يقتله، قال له لا تقتله، إنما لا تدافع. لا، لم يقل له لا تدافع. يا أخ سعيد، أنت حقيقة انقطع الخط، ولكن تحاول أن تأتي بمغالطات. يعني سماحة السيد يثبت لك بالأدلة والروايات وأنت تأتي وتقول له كلمة أخرى. آخر الكلام يقول لك كيف أنه دافع عن الزهراء وتقول له أنه لم يلتزم بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الرجل خطية لما سأل أول سؤال إيش قال؟ قال ستثأرون من من؟ من نحن؟ من أبي بكر وعمر. شوف يا أخي الكريم، نحن لا نثأر منكم ولا من أي بكري، ولكن نثأر لكي نطيح بفكر أبي بكر وعمر. أحسنت. يعني اللي الآن يفكر ويقرأ كتب أبي بكر وعمر ويشوف هذه الأكاذيب اللي دخلها عمر لعنة الله عليه بالإسلام. ويكفينا شيء واحد وقاله قبل قليل متصل، قال على النبي صلى الله عليه وآله إنه لا يهجر. هذه هي بحد ذاتها تسقط عدالة عمر وأبو عمر، وعمر ليس من الإسلام بشيء. فيا أخي الكريم، نحن دائما، والشيخ الحبيب الله يحفظه يقول من آذى بكريا فقد آذاني. يعني نحن لا نحاربكم ولكن نحارب الفكر الذي تحملونه، وهذا بالدليل والبرهان. المشكلة مولانا هذا الفكر الذي يحملونه يقول بهم إلى النار. نعم. فنحن والله إشفاقا عليكم وإشفاقا بكم أنه لا نريدكم أن تذهبون إلى النار، نريد أن نلقي عليكم الحجة في الدنيا. في الدنيا تستطيع أن تتوب لآخر نفس في حياتك، لكنه بعد أن تلفظ ذلك النفس الأخير لا نافع ولا شافع لك إلا أعمالك. فإن كنت ممن عاد علي عليه السلام وأبغضهم هذه مصيبة. عندنا اتصال سيدنا من محمد من بغداد. سلام عليكم أخ محمد. محمد يا أبو جاسم نصي حس التلفزيون وكلمني. عليكم السلام ورحمة الله. من الهاتف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.
يا شيخ انت تقول عمر رضي الله عنه اجى كسر لعنة الله على عمر، لا تترضى عليه لانه غير مسموح اطلاقا في هذه القناة المباركة ان تترضى على عمر. زين تفضل. ماشي ماشي تفضل تفضل، اكمل مداخلتك اكمل بس اكمل، لا تترضى على المجرمين القتلة. ماشي ماشي، هات ربك قلب العد بقلبك بعد ان شاء الله تعالى. الله يطهر قلبك ان شاء الله. يلا تفضل. ان شاء الله اسالك بالله يا شيخ، انت تقول عمر جبرب الزهراء رضي الله عنها سلام الله عليها. نعم. سلام الله عليه. نعم. كيف عاد علي يسمع عمر يضرب الزهراء رضي الله عنها وهو يعلم الغيب، راح يجي عمر راح يضرب الزهراء رضي الله عنها يضرب لها ويصرف جنين، هذا مستوى انتحار؟ لا لا سوف اجابك الان جواب سهل. اول واحده انه اخبره الله عز وجل عن طريق جبرائيل عن طريق رسول الله الى علي عليه السلام، فانت تقول ان رسول يعلم الغيب، ذلك وحي من الله عز وجل اليه. فهنا عندما الله سبحانه وتعالى يخص أنبياءه وأولياءه وأوصياءه في علمه فهذا ليس علم الغيب، وعلم الغيب عندنا أنه إذا أنه الله عز وجل علمه فيكون لخاصة أنبيائه وأوليائه ورسله. الأمر الآخر يا عزيز قلبي أنه أنت الآن، أنا قرأت لكم من أصح كتبكم، قرأت لكم أن عمر هجم على بيت فاطمة وأنه ذلك وارد في البخاري وفي مسلم وفي المسعودي وفي مروج الذهب وفي البلاذري وفي الشهرستاني وفي الملل والنحل، وذكرت لكم الكثير من كتبكم الصحيحة عندكم والخبر صحيح عندكم. فأنتم الآن يا شيخ يا شيخ نعم لا أنت الآن أنا أنصحك نصيحة لوجه الله عز وجل، يعني انظر إلى هذه الرواية. اسمعني بس اسمعني دقيقة واحدة. اصبر لي يا شيخ يا شيخ اصبر لي في دول قلبك. تفضل اسمع. تفضل. كيف عاد علي رضي الله عنه زوج بنت العمر؟ هذه عندنا ليست صحيحة، والشيخ الحبيب أعطى محاضرة ثلاث ساعات. اسمع يا أخ عمر رضي أبو علي رضي الله عنه زوج بنت العمر. اسمع يا محمد، يعني هم قلت رضي الله عنه عمر لعنة الله عليه. لا قال على لا لا لا. علي رضي اسمع. الله عنه. آه جيد يا محمد. إذا جزاك الله خير التزم. يعني أسأله سؤال يا محمد. يسمعك محمد تسمعني؟ نعم نعم. محمد أرد أسألك سؤال، أيهما أشجع، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ما سمعتك زين. أيهما أشجع، رسول الله صلى الله عليه وآله أم أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام. زين هسه جاوبت الرسول، تقول الرسول لما تعدى على وكانوا الكفار والمجرمين يعذبون سمية و ليش قال لهم صبرا آل ياسر ان موعدكم مجد؟ نعم. ليش ما دافع عنها؟ هل كان يخاف من لهم المجرمين؟ ما كان عنده قوه يقاتلهم، ما كان هو وحده يكفي رسول الله ان يهجم عليهم، لكنه يقدر يساعدهم. النبي ممكن بدعاء واحد يبيدهم دعاء. لا لا من رخصتكم اخوي محمد عزيزي، يستطيع النبي صلى الله عليه واله ان يقاتلهم، يقتل ابو جهل ومن معهم، ولكنه النبي صلى الله عليه وآله كان لم يؤمر بأن يقاتلهم، لم يأمر الله عز وجل، لأن النبي لا يفعل ذلك إلا بأمر الله عز وجل. فعلي عليه السلام لم يكن مأمورا بأن يقاتل أبو بكر وعمر. أيضا أنا فقط أعطيك هذه الرواية على السريع، هذه ذكرتها أنا في المسعودي مروج الذهب، والمسعودي قلنا أنه 346 هجرية وهو مؤرخ مشهور ينقل عنه كل مؤرخ جاء بعده، وقال في كتاب إثبات الوصية عند شرحه قضايا السقيفة والخلافة، فهجموا على علي عليه السلام وأحرقوا بابه. إذن في أصح كتبكم وفي تاريخكم أنهم هجموا على علي وأحرقوا بابه واستخرجوه كرها وضغطوا سيدة النساء أي عصروها وأسقطوا جنينها أي قتلوا الزهراء عليه السلام بتلك العصرة، نبت المسمار في صدرها، وبعد ذلك قتلوا المحسن عليه السلام. هذا في كتبكم، هذا أرجو منك أنت رجل لا 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 طاهر لا لا وصالح أمر وراء يا شيخ. هذا موجود في المسعودي مروج الذهب. شيخ لك فدوى شيخ حبيبي. محمد أبو جاسم العفو، طبعا سماحة السيد البارحة ردك أنت طبعا جاوبت نفسك لما قلت الرسول محمد صلى الله عليه وآله لم يكن لديه قوة، أيضا أمير المؤمنين علي عليه السلام لم تكتمل له عنده العدة
البارحة سماحة السيد أحمد الموسوي ذكر هذا الشيء. نعم. وما كان عنده لحظة ما كان عنده 40 مجتمع عنده 40 نفر حتى تكتمل العدة ليشهر السلاح ويقتل المنافقين، فأيضا ما عنده قوة. أنت جبت على نفسك. نعم تفضل يعني أخ محمد جاوبنا على هذه الرواية هذه في تاريخكم جاوبنا عليه. تفضل شيخ نعم. انت تقولون علي رضي الله عنه يعلم الغيب يعلم ما يكون وما يكون. نعم. كيف علي رضي الله عنه لعد ما اخذ الزهراء رضي الله عنه ومشى عشان يجي عمر رضي الله عنه يكسر غلحه؟ نعم سوف اجيبكم مولانا. مولانا سوف اجيبك. خليه يجاوب. نعم اسمع من عندي جزاك الله خير الجزاء. مولانا علي عليه السلام ليس انا وانما علي يتكلم. لا 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 تقاطعني لانه حتى تسمع جوابي. جزاك الله خير أرجوك اسمع الجواب. علي عليه السلام معصوم، والمعصوم عندما يعلم أنه ذلك القضاء والقدر عليه وذلك أمر الله عز وجل فهو ينفذ ما أمر الله عز وجل، يمضي إلى مقادير الله عز وجل ولا يخالف ما قدر الله عز وجل له. هنا عندما أطلعه الله على ذلك الأمر لم يرد منه الله عز وجل أن يغير ذلك القدر الذي أطلعه الله عليه، إنما يمضي عليه. والدليل على ذلك أن ابن ملجم علي عليه السلام أيقظه ورفسه برجله وقال قم يا عدو الله وافعل فعلتك، مضمون قول علي عليه السلام. وذهب إلى الصلاة وقام ذلك الملعون وضرب علي وقتله. فهنا علي عليه السلام لا يغير ما قدر الله ومقادير الله عز وجل، فهو يعلمها ويمضي بها ويمضي عليها وهو معصوم، والمعصوم لا يخالف أمر الله عز وجل فيما قدره له. يا شيخ بس هاي سبب شغلة عروض وشغلة أهل وشغلة جنين، كيف الله عز وجل يأمر علي رضي الله؟ سأجيبك أعظم من ذلك. رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى رقية ابنته وعزيزته إلى عثمان لعنه الله وقال له أن أنت قاتلها، وقال لرقية قال سيقتلك فتصبرين وتكولين كآسية بنت مزاحم زوجة فرعون وأن أضمن لك الجنة وأضمن لك قصرا بالجنة، قالت أوافق على ذلك وذهبت وتزوجت به وقتلها وأراد أن يمشي بجنازتها فمنعه رسول الله قال إن لم يذهب سأفضحه وأنزل فيه قرآنا. فعمر يعني التفت لذلك والصحابة التفتوا، فماذا فعل عثمان؟ أخذ يده على بطنه وقال أعتذر أنني ذو مشكلة في بطني، وذهب وانصرف ولم يحضر جنازته وتشييعه. شكرا يا أخ محمد من بغداد، لعلك استفدت إن شاء الله. ومعنا الأخ محمد من الجزائر، سلام عليكم. ألو سلام عليكم أخ محمد. ألو تسمعني؟ نعم تفضل أنت على الهواء مباشرة. شيخ أنا عندي سؤال. تفضل بس عطوني وقتي كامل وبدون مقاطعة لو سمحتم، يعني تفضل. أتمنى نلتزم بدأ الحوار. أحسن تفضل. شيخ أنت تقول عمر بن الخطاب كافر صح ولا لا؟ نعم. طيب كيف كافر؟ أنا عندي ثلاثة أسئلة. كيف كافر هو اندفن جنب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف كافر هو متزوج يعني من آل البيت وصديق الرسول صلى الله عليه وسلم المقرب؟ وكيف أبو بكر كافر هو أول من آمن من الرجال؟ يعني لو في ذرة نفاق ما آمن، ليه يخسر سمعته ويخسر هيبته عند قريش عشان يؤمن مع الرسول وهو منافق على كلامكم وكافر؟ يعني كلامكم غير مقنع ومليان تناقضات. خلصت سؤالك يا أخ محمد؟ لم يقاطعك أحد. تفضل سماحة السيد سيجيبك. سماحة السيد أحمد سيجيبك. تفضل سيدنا. أنا الأسئلة طبعا ما أدري عندي أنا خلل أو أنت طيب. أنتم سماعة يقول أنتم غريبة. يقول كيف أن تقولون أن عمر كافر وقد دفن بجنب الرسول؟ نعم. وكيف تقول أن أبو بكر منافق وكافر وهو أول من آمن بالإسلام من الرجال؟ نعم. السؤال الأول، ليس كل أحد يدفن بجنب النبي صلى الله عليه وآله يكون أنه من أهل الصلاح والفلاح، فهو دفن عنوة وقهرا وقصرا بأمر عائشة، دفنته بأمرها لا بأمر آل محمد عليه السلام
وليس باستئذان منهما. وردت عندنا في الروايات أنه سيحاسبان على قرعهم لهذه المناجل والفؤوس وغير ذلك، قرأهم لأن حفروا عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيحاسبهم الله عليه أنه كيف يقرأ ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وآله. وعندنا في كل السير منذ رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا كل إمام مدفون معه لعين وشيطان وغير ذلك، والمنصور وغيره، وتعلمون هذه القصص كثيرة حتى لا نريد أنه ما عندنا وقت لأنه ما باقي إلا خمس دقائق. فهنا الأمر الأول أنه ليس الذي يدفن بجنب النبي صلى الله عليه وآله يكون من أهل الصلاح والفلاح والنجاح، هناك عدو لله ورسوله ودفن عنده. وعندنا شاهد من أقوال آل محمد عليهم السلام أنه إذا ظهر صاحب الزمان عليه السلام أول من يخرج من عند رأس رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج أبي بكر وعمر غضين طريين فيحرقهما وينسفهما نسفا، فهذا يخرجهما لأنه دفن بغير إذن ويخرجهما. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني مولانا. نعم، ويقول كيف تكفرون أبو بكر وتقولون عنه منافق وهو أول من آمن من الرجال؟ هذه طبعا هذه كذبة. أول من آمن علي عليه السلام، نعم، وبقى ثلاث سنوات يتعبد الله عز وجل. يعللوها سيدنا يقولون علي كان من الصغار صبيا ما موجود عندنا في الرواية أنه صغيرا أو كبيرا. نعم، من الرجال. نعم، أولا علي عليه السلام آمن برسول صلى الله عليه وآله، احنا عندنا انه منذ ان ولد علي عليه السلام كان مؤمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وانه اول ما ولد نطق قال قد افلح المؤمنون. نعم، عندما خاطب النبي صلى الله عليه وآله. فهنا علي عليه السلام على رواياتكم انه آمن ابن سبع سنين الى عشر سنين، وهو كان يتعبد الله عز وجل مع خديجة رضوان الله عليها وعلي عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله. هذا اولا. ثانيا، أبو بكر عندنا أنه الشيخ الحبيب أثبت أنه بعد 50 رجلا أنه آمن، يعني متأخر. الشيء المهم أن أبا بكر لم يكن مؤمنا، عندنا أنه في الروايات أن أبا بكر وعمر صنما قريش، نعم، اللذان يعبدان من دون الله عز وجل، فهما صنما قريش عندنا في رواية أهل البيت عليهم السلام. وقلنا أنهما أسلما باللسان حتى حفظ دماءهما، ولكنهما عندنا منافقان أضل هذه الأمة، قتلا وفجر، قتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وفجر بالزراء عليه السلام، بعلي عليه السلام، غيروا سنن الله، أحكام الله عز وجل، وأخذوا الخلافة وغصبوها وقتلوا الزراء. مواقف وروايات عديدة سيدنا، نعم، تثبت نفاقهما. نعم، عندنا، نعم، الكثير منها بعد. نعم، أي سؤال هذا هاي أسئلة أخيرة سيدنا. طبعا للطريفة هم اللي يقولوه أيضا، مثل أول من آمن من الرجال كما يقولون دائما، حينما قال الرسول صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ويقولون أبو بكر وعمر كهول، سيدا كهول أهل الجنة، والجنة ليس فيها ما فيها كهول، فحقيقة تضحك الثكلى. شكرا لاتصالك يا أخ محمد من الجزائر، استقبال المتصلين المعزين بهذا اليوم بذكرى شهادة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ومع الرواديد والشعراء الرافضة الأبرار الأحرار. تفضل حجينا أبو رضا. نعم، احنا الآن بصراحة فاتحين المجال للأخوة الشعراء جزاهم الله خير الجزاء، واللي شاهدناهم مثل ما تفضل الحجي اللي كنا بالمهرجان أنا والحجي أبو رائد، حقيقة شعراء من النوع اللي نقول عليه اللي ثقيل جدا، وشعرهم صراحة شعراء كبار، نعم، كبار جدا، وشعراء يدخلون القلب حقيقة، لأنهم يعبرون ما في داخلنا، أبدعوا يعني، أبدعوا والله، يعني حقيقة مات مالكنا أعصابنا هناك، البكاء والبكاء والعزاء، ويعني بصراحة يعجز اللسان عنه. التفاتة أخرى كلهم ذكروا بالاسم الله اللعناء الأدرى، هذه شهادة لهم، نعم، عند الزهراء عليه السلام، سلام الله عليه، عند شفاعتها الكبرى، هنيئا لهم. نعم، احنا ان شاء الله جاهزين لاستقبال اتصالاتهم، فاذا الاخ المخرج محضر لنا اتصال احد، نعم، الاخوه، نعم، له بعد عن طريق ابو رائد اذا جاء اتصال خلينا، نعم، اتكلم، واذا ياتي اي احد على رؤوسنا هو المقدم علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن حقيقه عندما انه خصصنا فقره للشعراء والرواديد حتى نعطيهم حقهم ويستحقون منا اكثر من ذلك، ولكن تعلمون أن هذه البرامج وقتها ضيق والدقائق محسوبة عليها،
فخصصنا الآن للرواديد وللشعراء حتى أنه يأخذوا شيء من حقهم، وأنه حق علينا أن نظهر الإبداعات والكلمات، الشعر، الذوق، القدرة على البيان. يعني حقيقة أعجبوني كثيرا وأنصفونا كثيرا، وعندما ذكروا عمر وأبو بكر بالاسم هذه فخر لهم وتشهد لهم الزهراء عليه السلام إن شاء الله تعالى. سيدنا معذرة الأخ أبو يوسف من البصرة على الخط، وأيضا الشاعر حسين الكلابي من النجف الأشرف. ما شاء الله ما شاء الله. رحب أولا بأخونا الأخ أبو يوسف من البصرة، سلام عليكم. أخونا أبو يوسف أبو على الهواء مباشرة، اسمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم الله لنا ولكم الأجر. عظم الله أجركم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم أن يحشرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين، اللهم آمين. وتحياتي إلى أخي وعزيزي أبو رضا الغالي، جزاك الله خير. على راسنا يا مولانا، كل التحية لكم يا مولانا، الشرف بيك. تفضل يا ابو يوسف على الهواء مباشره. ابو حسين ان شاء الله. اسمع والله اني بس مختصر، يعني الجماعه المخالفين اعتبرهم مثل الرام ومفرمت على حاجه واحده خلاص قاطع. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ان شاء الله يهديهم بحق الحسين. اللهم امين. ان شاء الله يهديهم، نعم. شكرا يا ابو يوسف، اذا عندك شيء اخر. نعم تفضل. هم عشنا وياهم، يعني جربناهم كثير تجربة، يمكن أبو رضا يعرف بهذه الأمور. ما ينفع صراحة، ما ينفع. لا مولانا أبو يوسف، تحياتي أبو يوسف. أبو يوسف ينفع، تدري ليش مولاي؟ هذه القناة تشهد مولانا أكثر من 25 سنة، ونحن نهديهم ونشيعهم، حتى كبارهم، حتى الذي هو كان في القاعدة الله هداه وتشيع والآن هو منا. نعم. مولاي ينفع، ولكن نصبر ونصبر ونصبر. جزاك الله خير على المداخلة. شكرا يا أخي، إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أخونا أبو يوسف. يا رافض يا أصيل، نأخذ اتصال الشاعر. نعم. حسين الكلابي. شاعر حسين، سلام عليكم أخونا. أشرف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علوا الصوت، رحم الله والديكم. عظم الله أجركم، عظم الله أجوركم، أحسن الله عزاءكم. سلام الله عليكم. لعنة الله على ربكم وقفنا معين وحشة وحصة وحجم حجم. أنا طايع من لن يا أخي حسين، يا ريت خلي تصل مباشر. نعم تصل إن شاء الله. إن شاء الله في هذه الليلة الأليمة على قلب رسول الله وقلب أمير المؤمنين عليه السلام وقلب ذرية فاطمة الزهراء وقلب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أهدي كلمات متواضعة. وأنا أحقر وأصغر وأقل. على رأسنا، أنت شاعر البراءة، أنت شاعر البراءة. أخ كريم، أهدي هذه الكلمات بهذه المناسبة. الله يحفظك إن شاء الله. مولانا الغالي تفضلوا. إن شاء الله أقول: ألا ذب أيها القلب الشجوني. الله. ألا ذب أيها القلب الشجروني، يا زهراء، لخطب رزقه أبكى السنون. الله. فقد هدت منارات المعالي بالباب البيت الحنون، فقد منارات المعالي بالباب البيت الحنون، النبي مصطفى أقام كان الإسلام ضغون. الله. لحظة سيدنا أخ حسين، أخ حسين الكلابي معذرة.
الصوت مو واضح أخي حسين، الصوت مو واضح، ده يقطع أبيات جدا رائعة في حق الزهراء سلام الله عليها، ولكن مو واضح. فقط ألا ذب أيها القلب الشجوني، نعم لقلب أبكى السنوني حقيقة. أول كما تعلم الشبكات عندنا، بل لا تتصل على المباشر مو على الواتساب، الأخوة يتصلون بي على المباشر يعني. يا ريت يا أخي حسين حتى نستفاد منه، لأنه بصراحة هذا البرنامج سيعاد، والناس بصراحة ترجع تشاهده مرات عديدة، وهاي الأبيات راح يستفادون منها ومعبرة. حرامات ما قاعد توصل بالصورة الصحيحة، فإن شاء الله راح الأخوة بالكنترول يعيدون الاتصال بالأخ الشاعر حسين، جزاه الله خير الجزاء، وإحنا بانتظار الاتصالات من الأخوة الشعراء والرواديد والشيوخ الأجلاء، فاللي يحب يعزي فاطمة الزهراء سلام الله عليها في هذه الليلة. نعم القناة هي قناتكم، وإن شاء الله لكم الأجر والثواب، وكل إحنا إن شاء الله نريد نشارك بدمعة للزهراء سلام الله عليها. فجزاكم الله خير اللي يسمع هذا الصوت أن يلبي النداء ويشارك، حتى إن شاء الله تكون مشاركته ذخر يوم القيامة للزهراء سلام الله عليها، وفي الدنيا في عين النواصب شوكة إن شاء الله ستكون. اللهم آمين. إلهي آمين. فإحنا إن شاء الله نريد من الأخوة يكونون يتصلون، والأخوة بالكنترول هم يتصلون به مباشر، حتى يكون هذا التقطيع، لأنه مثل ما قال الحجي أبو رائد هذا راح يكون للأجيال. نعم. أخواني، فهذه الشعراء جزاهم الله خير الجزاء، حقيقة كانوا فتحفة فنية. أبو أشواق الأسدي من بغداد. أبو أشواق الأسدي سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم الأجر إن شاء الله. عظم الله أجورك، أجورك أعظم بمصاب سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء أم المؤمنين سلام الله عليها. هذا المتصل اللي من الجزائر. نعم. هذا المتصل اللي من الجزائر محمد اسمه. نعم تفضل. اللي قال ابو بكر اول من اسلم، قل لا ابو بكر سجد للصنم، سجد للصنم 30 سنة يلا اجى للاسلام. زين. قل له هذا سادد للصنم. نعم. أما علي بن أبي طالب عليه السلام هذه القصيدة بحقه. ألو. نعم تفضل. نعم نعم نسمعك. يقول يا علي لو ما وجودك يا علي لو ما وجودك الدين ما صار وتعمر. اي. من تحيدر موت الأحمر، من تشرب بيك انعرف، وانت الحسب وانت النسب، سيفك غضب قبتك ذهب، والغير قبة مفلشة وعارية يا ابو الحسن. والله لا، مع الأسف انقطع الخط. نعم منو؟ الأخ أبو فاطمة من المغرب سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. شيوخ الكرام حياكم الله. أهلا وسهلا ورحمة الله، بخدمتكم إن شاء الله. عظم الله أجورنا وأجوركم في سيدتنا ومولاتي فاطمة الزهراء. عظم الله أجوركم وحسن الله عزاءكم وتقبل الله صالح أعمالكم. أجوركم أعظم يا أخ أبو فاطمة. الحوراء الإنسية البتول سلام الله عليها وعلى أبيها. سلام الله عليها وعلى الله عليها وعلى أبيها. سلام الله على فاطمة. اللهم العن قاتليها وظالميها. الله الله عظم الله أجرك ورحم الله عبرتك، هنيئا لك. جزاكم الله خيرا على هذا الذي تقومون فيه. الله يحفظكم إن شاء الله، أنتم معنا وفي قلوبنا. نعم نعم. أكمل مولانا. الله يبارك بك، خليكم حفظكم لكم الله ورعاكم، جزاكم الله خير وحسن. أريد أن أذكر قصيدة كنت قد أجدتها أياما بعد قلائل كثيرة بعد أيام. أريد أن على رأسنا مولانا، تفضل بها. نعم حبيبي الكريم على رأسنا. نعم. يا بعد تفضل. شكرا جزاكم الله خير.
فأنا أوقيها على مسامعكم وأنتم تنظرونها هل هي وتعتبرونها كهدية مني إليكم وإلى الزهراء عليها السلام. نضعها على أهداب عيوننا، هدية مقبولة على رؤوسنا. سلام الله عليها وعلى أديها. سلام الله عليها يا فاطر، رحم الله عبرتك. أيوة يا فاطر تفضل تفضل. سلام الله هنيئا لك، لعن الله قاتليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء. بك يا فاطر مرحومة هذه العبرة، مرحومة هذه العبرة، رحم الله عبرتك يا أخونا يا أبا فاطمة. هنيئا لك يا يا حبيبة رسول الله. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. مرحومة هذه العبرة. سلام الله عليك يا مولاتي يا فاطمة. اشفعي لنا يا فاطمة، اشفعي لهذا المحب المخلص من شيعتك الأبرار. يحشر معها بعبرتك. إلهي آمين. والله اللهم اكتبنا مع كل قطرة من دموعك يا أخي يا أبو فاطمة. أنزلها إن شاء الله. أنا قلت أنا لا أقدر، لا أقدر، لا أقدر، أنا أسردها. أنزلها إلى العيد بكم إن شاء الله. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسنتم يا فاطمة، أحسنتم يا أخانا يا أبا فاطمة. لا إله إلا الله، لا يستطيع قراءة القصيدة. كتب قصيدة في حق الزهراء سلام الله عليها. ساعد الله، لعن الله عمر، لعن الله، ساعد الله قلب أمير المؤمنين علي عليه السلام، يا علي يا، ساعد الله قلب الحسنان، ساعد الله قلب السيدة زينب عليها السلام، سلام الله عليهم، سلام الله عليهم أجمعين. سيدنا ناخذ الاخ نائل المظفر الشاعر ان شاء الله. انا نعم. لا يستطيع ان يقرا هذه القصيده. اهدا نعم يا نعم. اخانا وان شاء الله عاود الاتصال وسيكون هنيئا الي والله، هنيئا لكم، هنيئا الى انه علم ما جرى على فاطمه. جزاك الله خير. والان وصلت نعم. العبره مادتك الى كل اهل نعم. الجزائر نعم. وفي نعم. المغرب العربي وفي كل دول العالم. سيدنا حجينا ابو رضا الشاعر نائل المظفر الشاعر الكبير نعم جزاه الله الف خير، شاعر البراء، قالها حقيقه. هذا الرجل المغربي فاز بالامتحان، نجح بالامتحان. اي والله، قال فاطمه انت امتحان. الله نرحب به الله. ونستمع اليه. سلام عليكم اخ نائل. ابو عباس، ابو عباس البطل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ابو عباس الغالي، عبد الله مولاي عزيز، عظم الله لكم الاجر. السلام عليكم، السلام عليكم الرحمه، ولعل الله من اغضبوا كسرهم وجبروتهم وطغيانهم رحمه الله. الله اكبر. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ما شاء الله. هنيئا لك هذا البيان وهذه الكلمات الرائعه، جعلها الله لكم ذخرا عند فاطمة عليه السلام. حفظكم الله مولاي. فاطمة انت امتحان. الله الله، اللهم نجحنا بهذا الامتحان يا الله. فاطمة انت امتحان والمصايب اسئله، الله اللي يحكي بيهن واللي يجاوب صح صح عليهن ناجح بدرس الولاية وباكر الشفعين لي. الله، بس شرط لازم يعوف الدنيا كلها ويشتريك وما يجامل قط عليك الطائف يسمونه كلهم. الله، هو هميد بس شرط لازم يبيع الدنيا كلها ويشتريك وما يجامل قط عليك وطائف يسمونه كلهم. هو هم يتبرى منهم قابل يمد ايده لهم لو يمد ايده لايديك. يا زهراء امتحان. فاطمة انت امتحان ولي جامل. فاطمة انت امتحان ولي جامل لو يخاف يسمي اعدائك دخيلك هذا لا يكتب عليك. الله، هذا واللي جامل لو يخاف ويسمي اعدائك دخيلك هذا لا يحكي عليك. هذا جاب لهم سعف
هذا خديج زادت شيخ الله. هذا أكثر والله منهم سوبي يجوز يجوز لعايش قبل كان العذر نقول ما يقدر يسولف يا عمر لكن بهذا العصر اللي يسدلهم عذر واللي يغطيهم قدر اي والله قدر وانت الله من الرجس عاصم ايديك فاطمه انت امتحان وانا مولاتي اللي يغثني اللي يقول لي انا مولاتي اللي يغثني اللي يقول لي السني خوي وانا محاجي على سني هم خوي جاي يسولف عن مصابك بيها شي ولا عن اللم الحطة هو اش عليه بل لو فاطمة امك من عشاها وتسمع بناقص حطب لما يجاها انت ما تفزع وراها وفاطمة من امي وامك والله اغلى فاطمة ام فاطمة بنت النبي الحق يلا دولة فاطمة زوجة علي الحق الله نسله فاطمة أمه دعش كوكه وقبله فاطمة عبد الله الكوكل اي والله بعد موتي قلتني السوى روحه يحب علي وغير خدته يقول لي معقولة علي ما يحمي مرته قلت له لا والله تخسئ انت اش تقول يذبح الدنيا علي بباب البتول بس علي قابل عمر يعصر رسول الله الله بعد مولاتي بعد مولاتي اللي يبتني اللي يقول لي المشكلة فايت وقتها ومو وقتها يمتك يا أخوي وقتها ولا ما تخلص صفقتك أجلتها الله. لو عليهم هم يمتك يا أخوي وقتها ولا ما تخلص صفقتك أجلتها لو عليهم هم بعتها لو عفتها وغلست أنا اش علي هذا عاف وهذا خاف وهذا ما يدي خطية ومن حشية على القضية كلا صاحب قاضية قاضية شو على رفع القضية والتستر على مجرم الله التستر على مجرم قاضية والله من غلست صارت طائفية الله نسيت المجرم ثياب الضحية وقام يذبح يذبح واحنا ندفع دم هدية لحد ما سوى ذبحكم على الهوية الله انت رب الطائفية اي والله وانت ساس المشكلة اي والله وعلي منكم صدر قيحا امتلئ لا اله الا الله دول هم دول بيهم حسين ابتلي ومن هذول المهدي يطلع قاتله هم دول الجهلة للمسألة وفاطمة انت امتحان والمثلهم بالولاية الصفر ما يستاهل الله الله ابدعت يا ابو عباس هنيئا لك يا هذا النفس وهذا البيان وهذا الشعر عجيب والله يا مولانا ما شاء الله حقيقة يعني اختصرت كتاب كامل ابو عباس اختصرت كتاب كامل لانه اختصرت الشعر مولانا مدرسة والشعر كان هو أقوى إعلام للأنبياء والأولياء والأوصياء فجزاك الله خير أنه ترفد نصرة فاطمة عليه السلام بهذا البيان والشعر العجيب الغريب الرائع حقيقة كتاب كامل اختصرته في هذه الأبيات الرائعة فالآن توضح لنا أنه ليس الطائفي من يدافع عن الزهراء عليه السلام وتوضح لنا أن الذي يستر قاتل الزهراء عليه السلام هو رب الطائفية هو الذي يريد يبعد الناس عن الحق ويريد أن يضلهم إلى النار هنيئا لك يا أبو عباس بيض الله وجهك عند فاطمة عليه السلام طبعا هنالك كثير من الناس عفوا مولاي هنالك كثير من الناس جهلة نعم هذا الواقع خلنا احكي بالشعبي احكي مولانا على راسنا
يعني هو يكره الشيعة، الشيعة يسبون عمر، الشيعة ما يوالون عمر، وهذا الأخ يتستر على عمر وعلى جرائم عمر، ودليل عمر أمير المؤمنين حقا طبعا يحب حينه، لكن إذا دليل أنه أمير المؤمنين معهم فاسق فاجر كابر، شلون بعد يلومنا على كرهه؟ شلون على ضربه يلومنا؟ يا ربي ما هذا مولانا، مولانا يا ابو عباس عظم الله اجركم، عظم الله اجركم اخ ابو عباس، مثل ما تفضلت وانت الشاعر القدير جزاك الله الف خير، والشعر صور بس كلها صور رائعه نقلت لنا اياها، ولكن مطلعها فاطمه انت امتحان، وختمتها فاطمه انت امتحان، بصراحه هنيئا لك ولنا أن نخوض هذا الامتحان ونخرج من هذه الدنيا فائزين وناجحين بهذا الامتحان. اي والله وناخذ الشهادة بالدنيا، بعت الدنيا واشتريت فاطمة. اي والله انت من تقول بعت الدنيا واشتريتك يكفي هذا عند الله وعند فاطمة عليه السلام انها والله لن تضيع اجر من احسن لها عملا، والله لا يضيع هذا القول عند الزهراء عليه السلام. انا ما ضاع عندي وانا اقل الناس. تصريح سيد احسنتم. نعم. بلي تفضلوا. مولانا كل من يتكلم عن مصاف فاطمه او يذكر فاطمه وما يسمي قاتل فاطمه بالاسم هذا مو شيعي حقيقي، والله العظيم. الله اكبر. أحسن. الله اكبر. احسنت جزيلك. هنيئا لك والله يا مولاي. هنيئة. هذه البصيره وهذا النور الذي ادخله الله في قلبك، يعني عندما يسميك امبراطور فانت فعلا امبراطور الشعر، جزاك الله خير على هذا الابداع وهذا القول. احنا نريد طمعا في هذه الاخلاق الساميه وهذا البيان الرائع وهذا الشعر البديع، نريد أنه قصيدة أخرى أو أبيات أخرى أو تريد أي شيء، تريد أنه أبو ذية دارمي أيا يكن، حتى أنه نستغل وجودك المبارك عندنا هذه الليلة المباركة للزهراء عليه السلام. إن شاء الله يا زهرة على رأسنا. الدين من شيده الله، لا تقل لي زيد وعمر، الدين ب14 معصوم صرحة عمر. الله. زهراء يا فاطمة عمرك جبت العمر والناس كلهم قشر. الله. بس انت كنت الباب ومولاتي ما بن عمر تدرك عملت الباب. الله. بالباب طقلك ضلع فاطمة والباب لو بده يصبح جمر ونار يحرق. الله اكبر. الله الله الله, الله, الله. صور عجيبة ما شاء الله، بيض الله وجهك يا مولاي، نطق على لسانك روح القدس، هنيئا لك. ورد في الروايات أن روح القدس ينطق عن لسان الشعراء، فهذه أبيات منظورة عند الزهراء عليه السلام، بيض الله وجهك ونصرك. شكرا جزيلا لك أيها الشعراء. قبل لا يختم نسمع لنا أبو ذية من الأخناء أبو عباس. ممن تلتقطهم فاطمة كما تلتقط الحب. نعم. شيخ منو؟ كيف؟ الشيخ ثائر على الخط. نعم. شكرا يا أخ أبو عباس. يريد أنه طلب أخونا أبو رضا يقول هذا اللي مع المهرجان العام الفائت على الفضائيات، لما قلت أنه فضائيتك عند الله عز وجل وعند العباس عليه السلام وعند علي عليه السلام، طلبها أخونا أبو رضا حتى لو مقاطع منها بيض الله وجهك عند علي عليه السلام. إن شاء الله مولانا أنا خاف أطيل عليكم فقط، ولا شرف إلا مولانا بعد هذا طلب أخونا أبو رضا. يا ريت يا ريت سيدة فاطمة. أبو رضا بصراوي مولاي إلى حق عليك، هو بعد له البصرة. يعني حكيت على في الدولة لكنه ما قبله، والمهم قلت هيك احنا بمحبته الله. نحب حد الموت الله. حد بحد أقل من العبودية الله. ما نشتم نفس ما بي علي الكرار، بس اللي بي علي تستنشق الريب أنفاس الله. الصحابة أنفاس الصحابة نحس لكنها سموم أيوة علي. أو تغيم بالصدر وصير شرجي كلهم على الأقل بالكامل
كافر الدين أريد قلب الإمام الصادق الشبير على ياساس جامل فضائيات الصحابي السم محمد أدفت فيه نحش الصدق ما أحترد بإعلام ما رتش صور لوجوه مطفيه ما أحكي تريد وأقلب التاريخ خاطر صورتك تتوجه علي باشر بالحشر يشفع لنا إنسان شغل الله العظم والله الله تعالي بغرافك وامسح التصوير قناتك للأسف تسمى شيعية أنا أحكي لعلي يصور لجبرائيل الله أنت صور للسماء أنا أحكي لعلي يصور لجبرائيل أنت صور للسماء بحاجة فضائية أمس فوق القناة مرفوع رأس حسين يا الله يا أبو عبد الله يا عبد الله رفع يومية وتنقل مباشر للدول والشام وتفر الكون زين ابوه يا مسيح ما عندكم شرف ما عندكم شرف ضل زينب الحوراء ولا عندكم أمانة ولا عندكم أمانة حرمك وفيه ولا عندكم مواقف بيها لا هيهات ولا عندلت بدكم يفصل شوية ولا عندكم مشاهد بيها وحي بداعة مثل دم يرتفع ويصير جورية ولا عندكم قمر مثل القمر عباس مباشر للعرش يرفع موالي الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدامهم إن من البيان لسحرة ورد ذلك إن من البيان لسحرة ومن الشعر لحكمة وأنت كلاهما أبدعت فيهما أيضا مولانا عندما تلقب بشاعر البراءة فأنت أهل لها جزاك الله خير أبو عباس شكرا لك الله إن شاء الله تعالى إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك شكرا جزيلا لكم بيض الله وجه الله يبارك فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا اتصال جديد من الشيخ ثائر أنعم وأكرم حياكم الله شيخنا ثائر الفريجي سلام عليكم أخثار صوتك كلش بعيد اذا الاخ المخرج صوت ما ندري ما موجود صوت بالسماعه ما موجود شيخ ثار سلام عليكم الان ياتي ان شاء الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ورحمه الله وبركاته احسن الله لنا ولكم العزاء سيدنا هنيئا لكم عظم الله اجوركم تشرفنا بكم شيخنا حياكم الله ورعاكم شيخنا جزاكم الله خير الجزاء سيدنا عظم الله اجوركم خويا ماجورين ان شاء الله يا حبيبي يا شيخنا الشيخ يعجبك من البرائيين ما شاء الله وحقيقة التقيت به في هلاك عمر الله ما شاء الله على حب الحسين بحق محمد وآل محمد يعني معروف أنعم وأكرم البصرة على روسنا جزاه الله البصرة وأهلها إن شاء الله والشيخ الفريجي الله يبارك فيكم الصوت الشجي الله يطول عمره سيدنا يعني نسمع منا شعر نعي نعي نريد من عندك شيخنا الجليل تعزية للزهراء سلام الله الزهراء سلام العزاء خادمكم سيدنا وخادم الزهراء الله يعزك على راسنا تفضل بيض الله وجهك أبعد عيني الله يبارك فيكم سيدنا نور عيني أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون يا مولاتي يا فاطمة الزهراء لطمها لطمها عين المات وعليكم لطمها الصوت عيل الماء الصوت راح الصوت دخل المخرج الصوت راح تواليكم لطمها يا وغدت عالراس يا المهدي الله لا إله إلا الله يا فاطم غدت عالراس يا المهدي والله غدت عراش
يا المهدي لطمها يا شلون الذي العين امك لطمها والله شلون 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 الذي العين امك لطمها والله شلون الذي العين امك لطمها يا وقدت حمرة وتهل تبعد شيء غدات حمراء وتهيل دمعي ويل جيجي قل ودنا 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 إلك يا ابن الحسن يزداد هذا فد موالي خاطب إمام لصاحب الزمان إليك يا بني الحسن يزداد ودنا وما تقرب يا بعد الشوق ويلي ودنا يا ودنا يا خذان الشوق لما قوم ودنا يا صاحب الزمان خذان الشوق لما قوم ودنا ودنا ودلينا قبرها بيا دلينا قبرها بيا ابويا ابويا وحين حضرتها الملية يا زهرة اي والله امك الزهرة سيدنا امك وودي الوصية تقل لها ما تقرب يا بعد الروح لا من هوم العيلة لدمع خوايا يا زهرة يا زهرة يا زهرة انطفى نور اللذب انطفى نور الذي ببيتي يا زهرة يا أيو مثلك ذبلت بسرعة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا يا علي اجلاح ما بطلت اي والله يا زهرة ولا شك الا من تدنى المليه يا زهرة يقول المؤرخون عندما وقف مولانا امير المؤمنين على شفير قبر مولاتنا فاطمه واذا بالنداء يا علي ارجع الى الدار ايش يا فاطمه قالت قد استيقظ الحسن والحسين فلن يراني ولن يراك اصبحوا يتامى بعدي رجع مولانا امير المؤمنين رجع مولانا وكأني بالحسن والحسين زينب وكأني بالحسن مأجور سيدنا عظم الله أجره الحسن الحسين يا زينب يا زينب يا زينب رجع مولانا أمير المؤمنين أبا إلى أمي فاطمة يقلها يم حسن وحسين مدمحهم يصوبوا هذه الشيئة بيفت ولا يا بعد يا ابو يا علي الله
تقول لك اكبر يما مر العيش من بعدك ولا حال يما وليت القبر ما ضمك ولا حال يا يما طاقة ما بقت عندي ولا حال على فراق شبل سيد يا يوم ما لدهار صواب نار سيام شنو الشام يا زينب انا وياك انا وياك تعالي يا محسن وشوفك اربال السواد بحالي من جسم الصيام الغبرة ما لهم يبعد أمك يما ويل اليمن ويل يسرى يا أبا الفضل العباس الزهراء شو تقول بعد الزهراء شو تخاطب أبو فضل يلا يما يمن يما يمن كل الضمد بيك ايديا هذن فد وليديك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا الله يرضى عليك يا رب العالمين الله يفضلك رحم الله والديك يا الجامع ويا قدامي والشد العمامة يا ويلي حسن طيب الله أنفاسك طيب الله فليئا لك يا شيخ الجليل فليئا لكم اي والله بيض الله وجهك عند العباس عليه السلام احسن الله لنا ولكم العزاء سيدنا هذه الدموع امان لكم في الدنيا والاخره على راسي يا مولاي جعلها الله ان شاء الله تعالى ذخرا لك عند فاطمه عليها السلام عند لقائها سلام الله عليها عند شفاعتها سلام الله عليها طيب الله أنفاسك يا شيخ الله على رأس الأولاد نحن خدام لكم أنت خادم فاطمة عليه السلام بارك الله بك شيخ بيض الله وجهك يا بعد عيني الله يرضى عليك الله يرفع منك أمام الزهراء سلام الله عليها الله يبيض جزاك الله الخير يا شيخ ثائر طيب الله أنفاسك ناخذ اتصالات عندنا كثيرة الأخ غالب الأسدي من بغداد سلام عليكم أخ غالب مولاك الحسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ثلاثكم يا أطياب الدنيا والآخرة الله يسلمكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته الحسين سلام الله عليهم أجمعين جزاك الله ألف خير جزاكم الله خير الجزاء يا حج غالب الأسدي لولا مو إحنا نعليهم هذا هو خلي يقرأ زيارة عاشوراء ما شاء الله
هنيئا لكم يا مولاي. وانا ناعلهم ما شاء الله. يقرون زيارة عاشوراء وخلي يقرون القرآن الجبت والطاغوت. الله الله. نعم نعم. لا الله لعنهم مو احنا يا ابو بيه، مو احنا على قتلة اهل البيت، لعن الله قاتلي فاطمة. احنا مو احنا بنا عليهم دولة، ما حد هم يعتبون علينا، احنا ما عدنا على عليهم، الله لعنهم والرسول. الله عندنا قالوا عندك قصيدة. يقول من تسر موسى وعصاته. نعم. يا علي يا علي يا علي من تسر موسى وعصاته اللي فلق بيها البحر. الله. او سدر بقامه من ابر فرعون خلفه. غرق والجيش المرض إن وياكم عهد قبل ما تنزل الآية قل هو الله أحد. الله ما شاء الله. زين رحمة الله على الركاب المدور كربلائي. رحمة الله على روحه. رحمة الله عليه. زين أنا ما كملت القصيدة مال يا علي لا ما وجودك الدين ما صار وتعمر. انت حيدر موت الاحمر، انت الشرف بيك انعرف، وانت الحسب وانت النسب. الله. كيف اقرب بقبتك ذهب والغير قبه مثلشه وعاريه. اي أيوة والله. اغاتي. بني مولاي. عيوني. بني مولاي وياك. تاج راسي. انت تاج راسي يا مولاي، انت شاعر اهل البيت عليه السلام. هاي الزهرة شفيعة الدنيا والاخره. اي والله العظيم. اي والله. اي والله. سلام الله. هاي الزهرة مهروها. الدنيا والاخره. سلام الله عليها. هاي الزهرة الجنة، هي الجنة اسمها جنة. سلام الله على فاطمة. اسمها رحمة. حرمهم الله. اسمها بركة. سلام الله. يغضب الله لغضبها ويفرح لفرحها. الله. يا حبيبي هذا مو تصفيط حكي اني، هذا تصفيط الله. سلام الله. هذا حكي رب العالمين. سلام الله على فاطمة. شكرا لك يا أخ الزهراء يا أخ حج غالب الأسدي. هنيئا لهذا البصيرة. إن شاء الله ملا إدريس الغروي ويانا من الدنمارك. ما شاء شكر الله. شكرا جزيلا للأخ غالب الأسدي. أنعم وأكرم بهذا الملا. السلام عليكم يا ملا إدريس، جزاك الله ألف خير. وعليكم السلام. الصوت يا ريت الله يعلوه، جزاك الله ألف خير. احنا تعبنا من الصوت. جدا واطي، شكرا إذا تصعدونا إياه. حبيبي غالي الله يسلمك. السلام عليكم حبيبي ملا ايها الرادود البرائي الذي نصر فاطمه الزهراء عليها السلام، نصر اولادها ذريتها، نصر علي والنبي محمد صلى الله عليه واله. هنيئا لكم. الله مشتاقون لك ولصوتك ولذلك الصوت الشجي الذي طالما افجعنا بذكرهم. رحم الله والديك يا مولاي. مولاي نكمل من الوقت. الصوت نعم الصوت جدا واطي، ما جاي اسمع شيء، ما دا يسمعون شيء. يا ريت الصوت يا اخوان. محمد جواد كنترول. الو محمد جواد، استاذ محمد الصوت كلش ضعيف كلش واطي. تفضل مولاي. سمعون؟ ما نسمع اي شيء. ما نسمع اي شيء. نعم بس انا اسمع لانه اللاقطه وياي السماعه. حبيبي الغالي. الو الو. نعم نعم ملا ادريس. حبيبي الغالي عظم الله الصوت وجود. بالاستوديو ما عظم موجود. الله اجرك. الان احسن. احسن. طيب جاي رتبه. تفضل تفضل. هنيئا لكم لهالخدمه العظيمه في بلد الصغرى. الله يحفظكم ان شاء الله. هنيئا لكم. انا استقبلتكم جدا هواي ويا ليت كنتم، ولكن للاسف يعني. جزاك الله خير. انت في قلوبنا. في انت في قلوبنا ولم تفارقنا. جزاك الله خير الجزاء. مولاي الغالي حبيبي. على راسنا ملا. ملا ادريس ليش صوتك يقطع؟ خليه يتصل مباشر. خليه يتصل علينا بالمباشر ملا ادريس. ملا اتصل علينا مباشر يعني. جزاك الله خير. احنا مهم صوتك عندنا يا ملا. حبيبي غالي الصوت يقطع ملا، ماكو فايده، الوقت يروح والصوت يروح علينا. يعني حتى السيد المشاهد يريد يستفاد. اي ما راح يستفاد. الان حقيقه حتى من ساعه اللعب الشيخ الفريجي. نعم. كل ساعه يقطع. اي نعم ماكو فايده. من هو؟ من عندنا؟ عبد الله. عبد الله من النجف الأشرف. يقطع. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزيكم وأعز الأمة الإسلامية باستشهاد زهراء الدنيا والآخرة. الله أنتم أهل العزاء، أنتم أهل المصاب. عظم الله أجوركم. الله يسلمكم. كنا بمجلس وجعلناكم والله العظيم وجيت. بيتي لا واحد أمو مشكلة. على راسي. وبيصير يم السيد. على راسي. الله يرفع
قدرك بعد ما يرضى عليك بعد. اين انت؟ تفضل اخ عبد الله. وين صاح؟ اذا مسلم صرت اعدل وانصح وانصح ندور بالصحيح الصح. الله. وين صح؟ قالوا له جماعته. نعم. قالوا بالبيت ام طاها. الله. وين؟ صح صح صح. لعنة الله عليك. وجرت للغابرين. واويلا واويلا واويلا. اي والله ما جروا على فاطمة عليها السلام. يا ذان احسنت يا ذان. حلو حلو بيك يتوسط علي. يا ذان الله. يا الأذان يا ذان وحذرك من فتاوى الغير. يا إذان يا ذان. ألو تسمعني؟ نعم, نعم واضح نعم. واضح واضح صوتك. يا ذان حلو بيك يتوسط علي. يا ذان وحذرك من فتاوى الغير. يا ذان يا ذان هسل علينا بفضل. يا ذان نعم السل علينا بفضل يا ذان ويعم الفرح أركان البرية. الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله. أبو ذي رائعة جدا ومعبرة جدا. طيب الله أنفاسك. فاطمة محمد من البصرة عندها أيضا أبيات شعرية. أنعمتكم الله. فاطمة محمد سلام عليكم يا عمو فاطمة. وعليكم السلام. شو عمو غريبة. الله يسلمك. السلام ورحمة الله بنتي. حياكم الله يا بنتي. يحفظكم الله إن شاء الله. تفضلي عمو. استعار عن عليه السلام. سلام الله عليه. تحفظك ان شاء الله. تفضلي. منكر على اهل الكفر سموه علي كذار. اي اهل الكفر سموه علي كذار. رؤوس الكفر سموه علي كرار. الله الله. بالحالتين البطل تلقاه الكفار. الاولى في الحرب لما انهجم منكر. واللي بعد هالوقت روس العدل منكر. وأعماله لو دورت ما تلقى أي منكر. الله ما شاء الله. بيضل القرار. ومن اسمه جميل الخلق والأخلاق. عليه بإذن الله وده يتنظم بالكعبة ولد. وتخيل الموضوع وصف عليه رب العرس حفر عسى ربا محمد مثل وكنعام. ما شاء الله. عليه بقلبه قاعد بنصار. الله. يوم الناس كانت تعبد الأصنام. علي ما دنقوا دق للصنم قصة. الله الله الله. علي أول غلام يفوت للإسلام يحرص على الرسول وما حد بحرصه. أي أيوة والله. علي أول فداء نعرف بالتاريخ وأنا وأنت ندرى ونعرف القصة. أحسنتي. وبذكر العزل والغيرة والشجعان. علي هو الأسد مش للأسد حصان. علي بسوح الحرب يتلقى بالكرار. نصان الكربة يشطرة ويقصة بالفقار بالفقار ينزل مثل ملك الموت على الله الشهر ومن الله خذ رصة. علي حارب والجن بيوم شاء الله وبدوى الأرض على الفحل ما يعطى. علي حاسسك دم البريء اليوم. علي تذكر علي الحذر علي الوسط داع الكل فضيلة وقارب الحسنين. فرصة وقت عند الحظة بهالفرصة. دنيا ودين يعلم دنيا ودين يعلم كل إلا الغيب. وبشطة غشيم ما يذب شطة. علي ما خذت منه. علي ما خذت منه تشوفه بعده هواي. علي مثل البحر والبحر في خلصة. الله. علي الحساس لما يخضن الأيام يبدو يختنق بالعبرة والغصة. طايق والفقير يدق عليه الباب وكان بيت القرصة انطاها للقرصة. على قد رجع ثوبة على قد رجع ثوبة بلاد يحكم كان يتعذب العسل رجع والأحصى. ما قفت الدنيا ما قفت الدنيا. الدنيا همت بيه قلت روحها وما قدرت الخطة. علي ما ينوص الضبيات معدودات. علي ما ينوص الضبيات معدودات. علي تاريخ والتاريخ في لقصة. اي والله. علي ما جاء أمسيان بالموجين ناقص وماك غير راد ينتقص. بس ابن الحلال يحب علي الكرار. الله. وبس ابن الحرام ما يحب شخصه. الله. وبس ابن الحرام ما
في حبسه. ما شاء الله سنتم. الله يرضى عليك. ما شاء الله سنتم. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب الله انفاسك يا بنتي. عندنا ايضا شكرا لك يا عمو فاطمه. عندنا ملا ادريس الغروي من الدنمارك. ما شاء الله. عليكم يا ملا. وعليكم السلام حبيبي الغالي. الله عليكم السلام ورحمه الله يا ملا يا غالي يا نور عيني انت. الله يسلمك. الله يسلمكم. ان شاء الله صوت احسن. نعم 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 ملا احسن بس شويه صعد صوتك. ناسي ملا ناسي بس ناسي ولا صوت واضح؟ صعد صوتك. الله يخليكم. ان شاء الله في مجالك باذن الله جاهز. ولكن بعد مع للاسف هالايام ما قدرت اجي ان شاء الله في القادم. مولانا انت في قلوبنا يا مولاي. انت في كل مكان لك صوره ولك صوت بكل مكان عندنا. الله يخليك. عفوا استغفر الله. لست فقط خدام وليس الشرف بيك. انت ردود البراعه يا مولاي. جزاك الله خير. عندي قصيده قصيره ان شاء الله للشعر انور الهوازي. ان شاء الله نسالكم الدعاء. ما اريد اخذ من وقتكم يا زهراء. يا زهراء تفضلوا يا حبيبي. يا زهراء يا فاطمه الله لعن الله قاتليك يا فاطمه يا فاطمه وياه وياه سنيم ابن سنيم البار وياه وياه بنار وكم بعد شيطان وياه 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 نظل الموت نصيب الله وياه وياه على الزهر ومصايب هزتيه الله على الزهر ومصايب هزتيه والله من رضاها من رضاها الزهر الرضا الله من رضاها رضاها سلف الباب صارت من رضاها البس مار وضلعها من رضاها من رضاها من رضاها وضياط الكم موتنها الزكية عمت عينك الله يا وضياط الكم موتنها يا الزكية والله تنشعر تروح وقت يم الحسن قامت عيني يم الحسن تنشال وإيد الدفع باطرين الله تنشال تنشال التشراية بيمين الخار تنشال تنشال تاخذ سارتي وسارتي الله يا على فراش المرض والعين تتشابى وتناد يا ابويا تصيح يا يا الله يا يا والله عمر هي عمر لعن الله عمر ورحمة الهادي عمر عمر هي وفاب زهر تشمك فيه عمر هي التقيف لعنها يا ربي اي والله ولعن عمرها التقيف لعنها يا ربي وعمر هي ذاك اللي قتل زهرة تبية يا ذاك اللي قتل زهرة يا نبي يما يا زهرة أشوف هالمسية الأبيات إن شاء الله إلى الشاعر
الرافضي ابو انور الاهوازي. يما يا زهره اشوف انها المسيه شن تريدين السفر يمنا الزكيه. الله فرقتك ما تنجبر قلبي يتقلب جمر، فرقتك ما تنجبر قلبي يتقلب جمر، شن تريدين السفر يمنا الزكيه. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم. ما شاء الله، شوف الصوت ما شاء الله ما شاء الله. شن تريدين السفر يمنا الزكية. الله يما يا شوف انها المسية. شن تريدين السفر يمنا الزكية يا زهراء، فرقتك ما تنجبر قلبي يتقلب جمور، تنتريدني السفر ما شاء الله، تنتريدني بعجل دايم وتمشي الله. ومن زهور للحسن وحسين اجتني اسمي زينب يا طم يا محدة تخلي تشفي الدمع الحسن لو دمع الحسين. تشفي الدمع الحسن لو دمع الحسين. قبل لا تسلمي روح الدنيا يما حضنيني وحضنيني بداية. الله أكبر. قلبي من زغر جراح أدري ما أشوف الفرح، شن تريديني السفر يمنا الزكية. بعد شي طول العزا ويكسر بدينا بعنا يضيق الفضا وظلم المدينة. الله أكبر. دون نورك يما يا زهرة الحزينة قلبك الصبح ومساء يستوينا والنسى ليت الظهر والنشفية ليت من قبل السوا فين المنية. لو قلوب من الصخار للمصايب ما صبار شن تريدين السفر يمنا الزكية. احسنت احسنت يا ملا حبيبي، جزاك الله ما شاء الله على مستواك الشجي الرائع والله مبدع والله يا مولانا. احسن الشاعر صح لسانه الحاجه ابو انور الخفاجي. لا لا ابو انور الخفاجي ونشكره من هذه القاعه المباركه، جزاه الله خير جزاء على ذلك الشعر الذي ابدع فيه. سلام الله عليه السلام. نحن وإياكم وإياكم إن شاء الله، جزاكم الله خير الجزاء، بيض الله وجهك أنت أبو أدري. شكرا لكم. من أعماق قلبي تقولون على راسنا يا ملا، كنت أتمنى كنت صراحة إن شاء الله تعالى أنت معنا في كل عزاء للزهراء. شكرا جزيلا لك أعمالك يا مولاي. نذهب سماحة السيد الأخ العزيز أبو رضا، نذهب إلى فقرة أخرى من فقرات فدك بلس. أحسنت. فدك بلس، لا زلنا في الجزء الأول اليوم، راح أمس واليوم تكلمنا عن الجزء الأول، وقد إن شاء الله نتكلم عن باقي الأجزاء، لأن الجزء الأول مخصص لحديث الكساء، والأربع أجزاء الباقية مخصصة لخطبة الزهراء عليها السلام. كتاب طويل وشرح مفصل لحديث الكساء، اخترت في هذه الدقائق السريعة أن نتكلم عن اللي دائما يثيرون عليه الأشكال، سواء البترية أو البكرية، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسافة. يشرح السيد محمد الشيرازي هذه الفقرة، لذلك أنا اخترت يمكن آخر فقرة في حديث الكساء من أواخر الفقرات،
في شرحه، لأن مهم أن نطرح هذه الشبهة اللي يطرحها البترية والبكرية ويقولون فيها مبالغة وتأليه لأهل البيت سلام الله عليهم والعياذ بالله. فروى أول شيء ذكر يعضد كلامه وكلام في الرواية أن هناك روايتين من المخالفين، وفي روايات عند الشيعة وعند أهل البيت عن أهل البيت سلام الله عليهم. فعن أبي هريرة لعنه الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال، هذه في مصادر المخالفين، قال: لما خلق الله تعالى آدم أبو البشر ونفخ فيه من روحه، التفت آدم يمنة العرش فإذا في النور خمسة أشباح سجدا وركعا. قال آدم: يا رب، هل خلقت أحدا من طين قبلي؟ قال: هؤلاء خمسة من ولدك، لولاهم ما خلقتك، وهؤلاء خمسة شققت لهم خمسة أسماء من أسمائي، لولاهم ما خلقت الجنة ولا النار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن. يا آدم، هؤلاء صفوتي من خلقي، بهم أنجيكم وبهم أهلككم. هذه رواية من مصادر المخالفين. وكذلك رواية أخرى عن من مصادر المخالفين عن ابن مسعود قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطس آدم وقال: الحمد لله. فأوحى الله تعالى إليه: حمدني عبدي وعزتي وجلالي، لولا عبدان أريد أن أخلقهما في دار الدنيا ما خلقتك. الله يخاطب آدم، قال: إلهي، فيكونان مني؟ قال: نعم يا آدم، ارفع رأسك وانظر. فرفع رأسه فإذا مكتوب على العرش: لا إله إلا الله، محمد نبي الرحمة، وعلي مقيم الجنة، من عرف حق علي زكى وطاب. هذه الرواية الثانية من مصادر المخالفين اللي استدل فيها السيد محمد مهدي الشيرازي لإثبات نهاية حديث الكساء: ما خلقت سماء مبنية. وكذلك عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى قال: يا أحمد، لولاك ما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة ما خلقتكما. ويستدل السيد محمد مهدي الشيرازي يقول: هنا يمكن أن يقال أن العلة الغائية منا وهي الداعي لفاعلية الفاعل لخلقتنا هي محبة أهل البيت عليهم السلام ومعرفتهم، والعلة الغائية لمحبتهم ومعرفتهم هي معرفة الله سبحانه وتعالى، إذ هم عليهم السلام الأدلاء على الله، وهي الكمال الأكبر، فمعرفتهم طريق الكمال والتكامل، وبذلك يجمع بين الروايتين. وهنا من هذه المنطلق يعرج السيد محمد مهدي الشيرازي في شرح نهاية حديث الكساء على محبة أهل البيت سلام الله عليهم، ويقول: من الضروري بيان الغاية من الخلقة للناس، كما تجب محبة أهل البيت عليهم السلام في الآيات والروايات المتواترة، ومنها مقاطع عديدة من هذا الحديث، ومن هذا المقطع أيضا دلالة على ذلك. إن من الواضح أنه لو كان السبب في الخلقة هو محبة هؤلاء عليهم السلام، كان حبهم لازما لدلالة الاقتضاء العرفي على ذلك. وقد ذكرنا في بعض المباحث الفرق بين الاقتضاء العرفي والاقتضاء الأصولي، الذي هو ما يتوقف صدق الكلام أو صحته عليه. ولا يخفى أن حبهم عليهم السلام على نوعين: حب ناقص، وهو مجرد المحبة القلبية بدون عمل، وهذول المخالفين اللي دائما يقول: والله نحبهم، نحب أهل البيت، والله نحب أهل البيت أكثر منكم، زين. وحب كامل، وهو المحبة القليلة، عفوا، المحبة القلبية مع عمل الجوارح، تحبهم لازم قول وفعل مو بس باللسان. وفي نهاية هذا المطلب يقول: فمن أحبهم بلا عمل جوارحي كان فاسقا. نفس اللي يقول: أنا أحب الصلاة وما يصلي، أحب الصيام وما يصلي، أحب الحج وما يحج، فيقول من يكون فاسق. فمن أحبهم بلا عمل جوارحي كان فاسقا، ومن لم يحبهم كان منحرفا زائقا. هذا طبعا اللي ما يحبهم هو منحرف. وقد قال سبحانه وتعالى: إلا المودة في القربى.
ومن المعلوم إن مودتنا للقربة تنفع أنفسنا وليست تنفعهم عليهم السلام، إذ هم في قنا عن ذلك ويستفرع منهم من محبتهم محبة ذويهم. فهذه الزهراء عليها السلام التي كانت محور أهل البيت سلام الله عليهم، وهي حجة على الأئمة سلام الله عليهم جميعا وسلام الله على الزهراء. ننتقل إلى فقرة جديدة من برنامجكم فدك بلس. فدك بلس، حياكم الله أخواني الأعزاء. في هذه أو في هذا الزمان دائما ما يطرح وما ينقل عن الزهراء سلام الله عليها مصابها ومصيبتها ومظلوميتها، وهذا شيء جيد أن ننشر هذه الثقافة، ثقافة مظلومية الزهراء صلوات الله عليها. ولكن لاحظنا أو الملاحظ أن هناك تقصير من جانب إيصال المعلومة للناس على أن الزهراء صلوات الله عليها كانت لها مواقف ثابتة في نصرة الدين، في نصرة الإسلام، سواء في تعليم النساء أحكام الدين أو سواء في نصرة النبي صلى الله عليه وآله. فهي صلوات الله عليها كانت تعلم النساء ما يخفى أو ما لم يعلم ما لم يعلمهن من الدين. كثير من النساء ما كان يعرفن بعض المسائل يشتبه عليهن ممكن، فكانت صلوات الله عليها تعلمهن. عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه قال: حضرت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام فقالت: إن لي والدة ضعيفة وقد لمس عليها في أمر صلاتها شيء، وقد بعثتني إليك أسألك. فأجابتها فاطمة عليها السلام عن ذلك، فثنت فأجابت، ثم ثلثت إلى أن عشرت فأجابت، إلى أن عشرت والزهراء صلوات الله عليها تجيب. ثم خجلت من الكثرة فقالت: لا أشق عليك يا ابنة رسول الله، ولا أشق عليك يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فقالت عليها السلام: هاتي وسلي عما بدالك، إني سمعت أبي يقول: إن علماء أمتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله، حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف حلة من نور. هكذا كانت الزهراء سلام الله عليها، تأتي امرأة تسألها عن مسائل شرعية تجيبها صلوات الله عليها، مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات عشر مرات تجاوبها، والمرأة ممكن استحت ما تريد تكثر. فالزهراء قالت لها سلام الله صلوات الله عليها: لا تستحين، اسألي. وكذلك عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال: قالت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها: وقد اختصمت إليها امرأتان فتنازعتا في شيء من أمر الدين، إحداهما معاندة والأخرى مؤمنة، فتحت على مؤمنة حجتها، ففتحت على مؤمنة حجتها، فاستظهرت على المعاندة ففرحت فرحا شديدا. فقالت فاطمة عليها السلام: إن فرح الملائكة باستظهارك عليها أشد من فرحك، وإن حزن الشيطان ومردته أشد من حزنها. وكان لها دور صلوات الله عليها، كان لها دور في الحروب والغزوات. وأنقل لكم هذه القصة القصيرة إن شاء الله، وأختم هذه الفقرة في روايات وردت في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد رحمة الله عليه في الجزء الأول الصفحة 89 موضع الشاهد بعد معركة أحد وحدث الذي حدث. يقول: وانصرف النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، فاستقبلته فاطمة عليها السلام ومعها إناء فيه ماء، فغسلت به وجهه، ولحقه أمير المؤمنين عليه السلام وقد خضب الدم يده إلى كتفه، ومعه ذو الفقار، فناوله فاطمة عليها السلام وقال لها: خذي هذا السيف فقد صدقني اليوم. قبل أن أختم بالأبيات الذي قالها أمير المؤمنين،
ماذا فعلت الزهراء؟ تمسح الدم عن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد الحرب. فقال الأمير صلوات الله عليه: خذي هذا السيف فقد صدقني اليوم. ثم أنشد قائلا: أفاطم هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بلئيمي، أفاطم قد أبليت في نصر أحمد ومرضات رب بالعباد رحيمي، أميطي دماء القوم عنه فإنه سقى آل عبد الدار كأس حميمي. هكذا عبر الأمير صلوات الله عليه. هذه نبذة مختصرة عن نصرة الزهراء صلوات الله عليها لدين الله ولأبيها ولزوجها صلوات الله عليهم أجمعين. ننتقل إلى الفقرة القادمة من فدك بلس. فدك بلس. سلام الله على فاطمتها وأبيها وبعلها وبنيها. أشكر كافة الأخوة والأخوات اللي اتصلوا على فدك بلاس بالنيابة عن كادر فدك بلاس لهذه الليلة، وإن شاء الله سيكون لنا بث مباشر بعد هذا البث من فدك بلاس. هو عزاء سيدتي مولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وإن شاء الله نشكر كافة الأخوة الشعراء والرواديد، ونشكر الأخ الشيخ ثائر الفريجي جزاه الله خير الجزاء، عيشنا بأجواء حقيقة في نقدر نقول مصيبة مصغرة. فإن شاء الله يكون موعدنا غدا في حلقة جديدة من فدك بلاس، وأترك الكلام والشكر إلى الله يرضى عليكم سماحة السيد. أحسنتم، جزاكم الله خير أخونا أبو رضا، الله يبارك بكم. حقيقة يعني اليوم يوم منظور مميز، يوم لمصاب الزهراء عليه السلام. حقيقة يعني فجعنا بهذا المصاب، أفجعنا كثير هذا الشيخ الجليل الشيخ ثائر الفريجي، وكذلك الرادود رادود البراءة القدير. يعني هو ابننا، ابن هذه الهيئة، أخونا الشيخ إدريس الغروي الرادود إدريس الغروي جزاه الله ألف خير، ما قصر. كذلك الشكر موصول للإمبراطور الشاعر الكبير القدير الذي يبدع عندما يتكلم في الشعر نائل المظفر، كذلك الأخوة الذين معه وحضروا مهرجان البراءة، الأخ العزيز الكبير الأخ محمد العاجيبي، والعزيز الكبير الأخ علاء العيساوي، والعزيز الكبير مهند العطواني، والعزيز الكبير منتظر الخالدي، والعزيز الكبير حسين الكلابي. كلهم شعراء كبار لأنهم برئوا من أعداء الزهراء عليه السلام وفضحوهم، وباعوا الدنيا واشتروا الزهراء عليه السلام، كما قال لنا أخونا الثائر لنصرة فاطمة سلام الله عليها، الشاعر نائل المظفر الذي قال: بعت الدنيا، أي والله بعت الدنيا واشتريت فاطمة الزهراء عليه السلام، فهنيئا لك ما اشتريته وهنيئا لك لما بعته. فأنا أشكر كل الذين اتصلوا، كل الذين شاركونا، أخونا أبو عبد الله وأبو يوسف والأخوة المتصلين الذين ذكرناهم الذين لم يسع الوقت لسماع صوتهم، الذين شاركونا في هذا البرنامج، الذين عزوا الزهراء عليه السلام في ليلة استشهادها. الشكر موصول ومبارك لكم هذا الانتصار في هذا اليوم، أنه برئتم من أعداء الزهراء عليه السلام بالاسم، حتى أخونا الأسدي ذكر ذلك بالاسم. فالكل مشكور على هذا الجهد الذي أعطاه وبذله لأجل أن ينتصر للزهراء عليه السلام. والله كل صغيرة وكبيرة هي في سجل فاطمة عليه السلام، وفاطمة عليه السلام إن شاء الله غدا تجازيكم الجزاء الأوفى، الجزاء الأكبر، الجزاء الأعظم، جزاء فاطمة سلام الله عليه. نعم، شكرا سيدنا الجليل، وإن شاء الله نستمر وياكم غدا في نفس الوقت في هذا البرنامج. ونقول سيدتي ومولاتي فاطمة أنت امتحان كما قال الشاعر. نعم، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم.